طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ مع بعض كده موضوع يعني مهم جدا، في واحد من الموست كومون انفلاماتوري ارثرايتس، ألا هو الروماتويد ارثرايتس. وأنا كالعادة بحب أجيب كيسز عشان نكون واقعيين ونطبق عليها الجايد لاينز. طيب، تعالى بقى نشوف الحالة اللي معانا دي. اي اس ام، اي اسم اخترناه، 25 year old female who presents to you after 1 month history of pain in the joints. خلوا بالكم بقى، احنا في الابروتش عايزين نطبق الابروتش اللي اتفقنا عليه في الكيسز في المره اللي فاتت. قلنا ابروتش تو روماتيك بيشنت، فاكرين الاسئله اللي قلنا بنسال عليها؟ احنا قلنا بقى هنسال في ايه؟ الثمان اسئله اللي احنا اتفقنا عليهم. اول حاجه دي ارثرالجيا ارتيكلر ولا اكسترا ارتيكلر بين. تاني حاجه، البين ده ارثرالجيا ولا ارثرايتس، الم ساده ولا محبش. وبعد كده قلنا بقى الديوريشن بتاع الايتس دي اكيوت ولا كرونيك. وبعد كده الايتس هل هي انفلاماتوري ولا نون انفلاماتوري، ديجنراتيف او ميكانيكال. وبعد كده نخرج من جوه المفصل الى المفاصل الاخرى بقى، هل انا بتكلم على مونو مفصل واحد ولا اوليجو من اثنين لاربعه ولا بولي اكتر من كده. طب الديستريبيوشن بتاعها بقى سيمتريك ولا اسيمتريك، اكزيال ولا بريفرال، سمول ولا لارج جوينتس. والاكسترا سيركلر مانيفستيشنز بقى، خرجنا من عالم المفاصل الى العالم الاخر، السكين والكيدني والهارت واللنج، ثم بقى البيشنت ككل ديموغرافي. طبعا دي مشرحه في الايه المحاضره اللي فاتت بالتفصيل. طيب، ها بدانا بقى ان احنا نتك على النقط دي، لقينا ان الهيستوري ادي له 1 مانث بين في الجوينتس بتاعه الفينجرز وفي ذا دوميننت هاند اكتر، بس النون دوميننت برضه افكتد، تمام. والبين ديب وديفيوز along الجوينت لاينز، يعني مش حاجه سوبرفيشال ولوكالايز. والتندرنس بتحصل مع الاكتيف والباسيف موفمنت، وقالت ان في فاتيج معاها بس ما فيش حاجه تاني سيجنيفيكانت في الميديكال او الفاميلي هيستوري. طيب، احنا قلنا بقى في الشريحه اللي فرقنا بيها ما بين السوفت تروماتيزم او النون ارتيكلر والارتيكلر، قلنا الارتيكلر باختصار النقط المحوريه، انما يكون البين ديب جوه الجوينت وديفيوز واخد الجوينت لاين مش في نقطه معينه زي بيرسايتس وهكذا، ويكون البين مع الاكتيف والباسيف. الباسيف مهمه جدا، بتفرق الارتيكلر من النون ارتيكلر، فانا عندي البين مع الاكتيف ومع الباسيف خلاص. فبالتالي العيانه بتاعتنا دي عندها ارتيكلر بين مش بيري ارتيكلر. طيب، لما سالنا بقى على النقطه المهمه بقى، انا بتكلم في ارتيكلر بين، هل معاه بقى ايتس ولا لا؟ لقينا ان في مورنينج ستيفنس وبتقعد معاها ساعات طويله لدرجه ان هي بتعطلها عن اداء وظائفها الصبح، تمام؟ ومعاها بولي ارتيكلر بين وفي سويلنج. يبقى انا دخلت كده في الايتس، نخلي بالنا من النقطه دي. طيب، الاي اس ار كان 48 عالي، السي ار بي 7 اعلى من النورمال، وعندي الروماتويد فاكتور بوزيتيف والانتي سي سي بي او الاكبه بوزيتيف. فايه راي حضراتكم كده بقى؟ دي ماشيه ايه؟ يعني اعتقد انها ماشيه تيبيكال روماتويد. خلينا هنكمل مع الحاله. السؤال بقى، عايزين راي حضراتكم، هل الروماتويد فاكتور بوزيتيفيتي والانتي سي سي بي هيفرق معايا التتر؟ يعني البوست في روماتويد لحد 8 هيفرق؟ لو قلت مثلا ده طالع 8 16 ولا 24 هيفرق؟ هيفرق معايا في حاجتين مهمين نخلي بالنا منهم بقى. اول حاجه الكلاسيفيكيشن كرايتيريا، هنعرف ان لما يكون عالي قوي بياخد سكور اعلى من لما يكون اقل. لما يكون اعلى من 3 اضعاف الابر ليميت بياخد 3 نقط، اقل من 3 اضعاف بياخد نقطتين. وكمان في البروجنوزس هنعرف البور بروجنوستيك فاكتورز بعد شويه، فالتتر مهم. طيب، لما عملناه بالتتر بقى فعلا الروماتويد فاكتور طلع 48 والنورمال 8، يعني اقل من 8، فكده اعلى من الابر ليميت. الابر ليميت بتاعه اللي هو 8، بتلاقوا دايما مكتوبه يو ال ان، الابر ليميت اوف نورمال 8، فهو فوق الابر ليميت اوف نورمال 6 اضعاف 48 خلاص. فاحنا قلنا ابتداء من 24 باخد 3 نقط في الكلاسيفيكيشن، والان سي سي بي طالع فيري هاي 200، والريفرنس رينج بتاعه اقل من 5، ده كده عالي جدا. وقلنا ده هيفرق معايا في الدايجنوزس وفي البروجنوزس. طيب،
تعالى برضو بنطبق الكريتيريا. احنا ما زلنا قلنا ده ارتكيولار بين، وقلنا ايتس ان في سويلنج ومورنينج ستيفنس. طب يا ترى انفلاماتري ولا نون انفلاماتري؟ فاكرين الاستات اللي اتكلمنا عليها، الستيفنس لما يكون برولونجد اكتر من 60 دقيقه دي معانا، فدي كده تاخد انفلاماتوري ويكون في سويلنج، بس السويلنج هنا بيبقى افيوجن او ساينوفيال هايبرتروفي. فلو افيوجن هيبقى ميه، لو ساينوفيال هايبرتروفي هيبقى فيرم شويه عامل زي العجينه، لكن الديجنريتيف بتاع الاوستي ارثرايتس هيبقى بوني، هيبقى هارد سويلنج اوستيوفايتس. خلاص، فبالتالي هي ماشيه مع ان احنا بنتكلم في إيه، ان دي تكون انفلاماتوري، انا عندي سويلنج وعندي ستيفنس. تمام، طيب السيستميك مانيفستيشنز، انا عندي هنا فاتيج ماشي مع الحاله. خلاص، طيب السيمبتومز بتورسن باي، دي برضو من النقط المفروض نسال عليها في الهيستوري، ما تسالش عليها، المفروض كيتسال ان البين لو الانفلاماتوري بيسوء بالراحه، عشان كده لما العين يريح اكثر وقت راحه اللي هو النوم، بينام 7 8 ساعات، فبالتالي بيحصل المورنينج ستيفنس ويتحسن لما العين يبدا يمشي. فبالتالي ان الحاله دي الى الان ماشيه انفلاماتوري ارثرايتس، وكمان بايلاترال سيمتريكال. طب ما احنا قلنا في الهيستوري انها الدوميننت اكتر، ما احنا قلنا السيمتري ان واخد نفس المناطق، ان ام سي بيز هنا وام سي بيز هنا، واخده بي اي بيز هنا وبي اي بيز، مش لازم يبقوا تيبيكال، مش قلنا مش الميرور ايمج. خلاص، السيدمنتيشن ريت والسي ار بي برضو عاليين، ده ماشي انها انفلاماتوري، والسيرولوجي بالاس كمان عاليه. طبعا السينوفيال فلويد ده بيتعمل في الحالات السسبيشس، او بعمله لما يكون حاله ايه، مثلا مونو ارثرايتس زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. فبالتالي خلاص العينه دي تيبيكال انفلاماتوري ارثرايتس. طيب كانفلاماتوري ارثرايتس بقى انا انهي نوع فيهم؟ تعال نطبق الكرايتيريا بتاع روماتويد ارثرايتس، الاي سي ار يولار كرايتيريا 2010 دي احدث حاجه. قال لك عندنا دومينز، الجوينت دومين هتشوف انا عندي دلوقتي اكتر من 10 سمول جوينتس، هناخد 5 نقط، انا عندي الام سي بيز وعندي البي اي بيز، ميتاكاربو فالنجال جوينتس والبروكسيمال انترفالنجال جوينتس. طب السيرولوجي، ده انا عندي هاي بوزيتيف اكتر من 3 اضعاف الابر ليميت اوف نورمال، فهاخد 3 نقط، انا كده واخد 8. تمام، الاكيوت فيز رياكتنس طبعا عاليه، الاي اس ار والسي ار بي عاليين. طيب الديوريشن، لا انا هنا اقل من 6 اسابيع، فبالتالي تعالى نجمع، انا عندي 5 زائد 3 كده 8 زائد 1 انا عندي 9 نقط، انا بشخص ديفينيت ار اي ب6 نقط. فبالتالي انا دي التيبيكال روماتويد، حتى هو مع انها لسه ما عدناش ال6 اسابيع، ما هي الكرايتيريا دي ميزتها ان احنا بنشخص بدري، عشان دلوقتي اقدر ادخل اجريسيف وابدا العلاج دلوقتي. عملنا لها اكس راي، طلعت الاكس راي زي ما حضراتكم شايفين، ايه رايكم؟ دي الاكس راي بتاع العينه، يا طبعا هي الحاله حاله افتراضيه والسيناريو افتراضي، فالاكس راي دي جايبها من النت. خلاص، انا بس عشان امشي مع الحاله خطوه بخطوه. طبعا احنا شايفين الجوينت سبيسز كويسه، فذيس از ا تيبيكال نورمال اكس راي. يبقى نخلي بالنا بقى عشان الكريتيريا بتاع روماتويد، الامريكان كوليج اوف روماتولوجي بتاع 87 الكريتيريا القديمه خلاص دي بطلت بقى، لما كان فيها روماتويد نوديولز والروماتويد فاكتور والراديوجرافيك تشينجز، الاكس راي يكون فيها ايروجنز او جاكس ارتيكولار بون ثيننج. طبعا الحاجات دي الايروجنز والروماتويد نوديولز، وان لازم يكون فاتح الكريتيريا على الاقل 6 اسابيع، ويكون عيني يكون مكمل 4، طبعا عيني يكون ايه، خربت مالتي. فطبعا الكريتيريا دي بطلت، واستخدمنا الكريتيريا الجديده اللي هي مور سنسيتيف. يبقى بالتالي الايمجنج دوره تراجع، لا انتظر النيو كامر او الزائر الجديد وهو الالترا ساوند. الالترا ساوند بتاع العينه هنا برضو اكد لي التشخيص جدا. تعال نشوف، ادي الالترا ساوند، ده الميتاكاربو فالينجر، شايفين ده كل ده سينوفيوم، سينوفيال هايبرتروفي، وانا عندي هنا افيوجن. لما فتحنا الباور دوبلر طلع في واخده باور دوبلر، يعني في فيسلز، يعني في انفلاميشن، اكتيف ارثرايتس، سينوفيال هايبرتروفي، وادي الافيوجن، ادي باور دوبلر، وشايفين هنا اهو وهنا في ايروجن في الحته دي. ده كده، ده انا بتكلم على اجريسيف روماتويد، انا عندي ايروسيف ارثرايتس وعندي الباور دوبلر هنا عالي. فشفتوا الالترا ساوند فرق معايا جدا. تمام، وادي برضو الساينوفيال هايبرتروفي وهكذا، مش هنطول في السونار. فهي العينه بقى خلاص دي تيبيكال ار اي، ودي كمان ايروسيف روماتويد ارثرايتس اجريسيف. طيب راي حضرتك بقى، العينه تقول لك يا دكتور طب ما ينفعش بقى ان انا اظبط اكلي واعمل علاج طبيعي والكلام ده، ولا لازم ابدا علاج؟ تعال نشوف الجايد لاينز، دايما نتعود ان احنا نمشي في الجايد لاينز. والروماتولوجي احنا عندنا تو سوسايتيز كبار، امريكان كوليدج اوف روماتولوجي وعندنا اليولار،
يوروبيان ليج اجينست روماتيزم، وطبعا في بريتش سايت اوف روماتولوجي او كده. فطبعا تعال نشوف اليولار احدث حاجه كانت 2022 قالت لنا ايه بقى؟ قالت ان الثيرابي ويز ديمارد should be started as soon as the diagnosis of RA is made. وده كلاس 1A، ده حاجه ريكومنديشن قوي، لازم المفروض نبدا على طول. زمان كنا يقول لك مسكنات ومش عارف ايه، لا قلبوا الهرم، ابدا اجريسيف فروم ذا ستارت، يبقى اول ما تشخص لازم تبدا ما تستناش. طيب وكمان بقى في جايد لاينز انا هذكرها هنا سريعا، دي 2022 للامريكان كوليدج اوف روماتولوجي، قايلين ايه بقى؟ قايلين هل محتاج العيان بتاع الروماتويد اكسرسايز، محتاج ريهابيليتيشن، محتاج دايت وحاجات تانية مع الادويه ولا لا؟ احنا طبعا على طول بنبدا الادويه، لكن الحاجات دي انا قلت هعرض السلايد دي الملخص بتاعها عشان بس الناس بتنسى النقطه دي. يعني قايلين في الاكسرسايز consistent engagement في الاكسرسايز ده strong recommendation. للاسف عكس ما احنا متعودين ارثرايتس ارقد في السرير، لا حتى الديجنريت حتى الاوست ارثرايتس الاكسرسايز بيفيد. طبعا بقى مش هقول عن اوست ارثرايتس اطلع السلم وانزل، لا بس الووكينج اتليست خلاص، والريهابيليتيشن مطلوب والاكيوبيشنال ثيرابي، وازاي ان احنا نبدا حتى نصلح الادوات اللي بيستخدمها بحيث تبقى فريندلي بالنسبه له والكلام دوت. وكمان الدايت الكلام على الميديترينيان دايت والالياف والكلام ده، لكن ما فيش دايتس معينه للعيانين دول. وممكن بقى انه يبدا انه يهتم بنفسه والاديوكيشن والسي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، كل ده مطلوب وهيبقى جزء من العلاج بتاع عيان روماتويد. خلاص عشان بس انا باكد على النقطه دي ليه؟ لان في ناس كتير وانا منهم للاسف كل تركيزنا على الادويه، بننسى الاكسرسايز، بننسى الفيزيوثيرابي، بننسى الدايت والكلام ده كله، وده جزء انتجرال من علاج العين. جميل خالص. طيب هنبدا بقى الادويه، خلاص قلنا هنبدا الاكسرسايز والكلام ده، الادويه تحبوا نبدا بايه؟ هل بقى يعني في ادويه معينه هنبدا بيها ولا لا؟ طب تعالى نشوف وهنختار. يعني احنا دايما في السكر يقول لك في انسولين وفي اقراص وبتختار حسب البرزنتيشن والهيموجلوبين اي 1 سي، هل احنا عندنا ريكومنديشن كده؟ اه تعال نشوف. سيكريتس قال كلام جميل قوي، قال لك ان انت وانس الار اي دايجنوز كل العيانين مع رير اكسبشن هيبداوا الدمار خلاص، وخصوصا ان البون ايروجنز بتحصل في اول سنتين خلاص، عشان كده ده بيسموه الويند اوف اوبورتيونيتي، ان انا ابدا بدري قوي خلاص، ان انا ابدا بدري. ده لدرجه ان في ستادز كتيره دلوقتي على البريفنشن في السب كلينيكال ارثرايتس، هل انا ممكن ابدا قبل ما يحصل ارثرايتس؟ بس الى الان الكلام ديبيتابل، انا مش هبدا الا لما نكمل الكرايتيريا ويكون فيه فعلا ارثرايتس. فقايلين الجوينت سبيس ناروينج والايروجن في اول سنتين، مش كده؟ ادخل جامد، ادخل قوي، ما تستناش كده. مهم قوي الايرلي اجريسيف تريتمنت وذ دي مرض. طيب فانا قلت للعيانه طبعا مهم بقى بنتكلم، العيانه دي اي اس ام دي هتفضل معانا كتير بقى. هتقول لك يا دكتور هو ايه الدي مرض؟ ده احنا بنسميه اللي هو الديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراج. وليه قلنا موديفاينج؟ عشان هو بيعمل موديفيكيشن للكورس بتاع الديزيز. زي قلنا الروماتويد لو سبناه، هو الروماتويد ده كانوا احيانا بيسموه الكانسر اوف ذا جوينت، يبدا ياكل في المفصل ويبدا يحصل ايروجن ويبدا يحصل ديفورمتيز لحد ما العيان ربنا يعرفين يحصل لوس اوف فانكشن ويحصل ايه ديسيبل، يعني يبقى خلاص عاجز. فمهم قوي ان انا اوقف الكورس. فاي ما اي دواء بيوقف البروجريشن ده بيسموه ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراج. وللاسف هدف الديزيز موديفاينج مش الكيور، هذه الامراض ليس منها شفاء، لكن بيتحط في حاله اسمها ريميشن، يعني ما فيش كيور لكن في ريميشن. يعني ايه؟ المرض كامن او ساكن، وهنعرف ان انا عايز ريميشن، لا ده انا عايز سستند ريميشن، وهكذا. ده هيبقى التارجت بتاعنا في كل الروماتيك ديزيزز. طيب فالدواء اللي عنده القدره انه يوصل العيان للتارجت اوف ريميشن، يقلل الانفلاماتوري ساينوفايتس، يحسن الفانكشن ويمنع الاستراكشرال دامج، يبقى ده على العين والراس، ده هنسميه ديزيز موديفاينج انتي روماتيك دراج. طيب ايه بقى الديماردس المتاحه؟ تعال نشوف ان احنا هنقسمهم في ثلاثه كاتيجوريز، يا اما الكونفنشنال سينثيتك اللي هي بقى المصنعه لحاجات القديمه البلدي، او التارجتد سينثيتك او السمول مولكيولز اللي هم الجاك انهبيتورز، الابريميلاست، بس الابريميلاست مش ابروفد في الروماتويد تمام،
والبيولوجيك دي مرضز بقى. طب ايه بقى اسمها؟ لا ده احنا عندنا لسته كبيره. طبعا في الروماتويد احنا عندنا الهيدروكسي كلوروكين والسلفاسلازين والميثوتريكسين والفلونامايد، كل دول ابروف في الروماتويد ارثرايتس كونفنشنال سينثيتيك دي مرضز. طيب البيولوجيك بقى هنتكلم طبعا ان شاء الله لينا محاضره كامله عن البيولوجيك، بس انا بتكلم بقى عندي الانتي تي ان اف والتي سيل كوستيميتور انهبيتور والانترلوكين 6 والانتي سي دي 20. كان في انترلوكين 1 انتاجونست بس هو تراجع في الروماتويد. وعندي التارجت دي سينثيتيك اللي هي الجاك انهبيتورز اللي هي عائله سيتينيب توفا والباري والاباده وهكذا. طبعا ان شاء الله احنا النهارده هيبقى كلامنا اساسا على الكونفنشن سينثيتيك، والبيولوجيك لها محاضره لوحدها ان شاء الله. طيب فبالتالي بقى هختار ايه بقى؟ ابدا بانهي؟ اختار اي واحد وابدا باي واحد؟ ايه راي حضراتكم؟ تحبوا تبداوا بايه؟ يعني هل ابدا بالفلونومايد، ميثوتريكسيت، هيدروكسيكلوروكين، ولا ابدا ببيولوجيك، ولا ابدا بجاك انهيبيتور؟ هنلاقي الجايد لاينز الى الان. اتفضل لو حد هيشارك. ايوه طبعا الجايد لاينز الى الان متفقه ان الجوكر والفيرست لاين اللي هنبدا بيه از ميثوتريكسيت. يعني اليولار قالوا في الريكومنديشن الرابع ميثوتريكسيت شود بي بارت اوف ذا فيرست تريتمنت استراتيجي، وبرضه ده كلاس 1 اي. خلاص يبقى اول حاجه ميثوتريكسيت. طيب العينه ودي بنشوفها كتير، يا دكتور طب انا زميلتي الدكتور بدا لها الابيتويد اللي هو الفلونامايد، ابيتويد او ارث 3 او افارا، فهل ممكن ابدا بيه؟ وطبعا خلوا بالكم زمان كان الابيتويد كمان بيتعمل له لودنج، وطبعا ده لقوا انه بيزود الهيباتوكسيستي، بيزود الرابيديتي اوف اكشن، بس كنا بندي ال 100 ثلاث اقراص 100 100 100 وبعد كده نبدا بال 20. طبعا الكلام ده بطل، انا ما زلت مصر الافضل نبدا بميثوتريكسيت. اها طيب يا دكتور انا سمعت كده وقريت في جوجل ان في حاجه اسمها بيولوجيك، ايه رايك نبدا بالبيولوجي؟ انا سمعت انه ممتاز. بس البيولوجي يا بنتي غالي. لا ما تشغلش بالك يا دكتور انا الفلوس الحمد لله موجوده، بس برضه هنبدا بالميثوتريكسيت لان كل التوصيات العالميه قالت نبدا بميثوتريكسيت. تعالوا بقى نشوف الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي، احنا قلنا اليولار قالك ابدا بميثوتريكسيت. الاس سي ار بقى عملوا مقارنات قايلين ايه بقى؟ طبعا احنا بنتكلم في مودريت تو هاي ديزيز اكتيفيتي، لان هيجي معانا حاله بعد كده لو ديزيز اكتيفيتي. انيشيشن للدمار نايف، دمار ده نايف يعني لسه ما بداش لسه ابيض، with moderate to high disease activity قال لك بقى ميثوتريكسيت مونوثيرابي strongly recommended over الهيدروكسيكلوروكين او السلفاسلازين او البيولوجيك او التارجتد سينثيتيك مونوثيرابي. يا حتى البيولوجي العلاج القوي اللي بالالافات الميثوتريكسيت مقدم عليه، وكمان المونوثيرابي ميثوتريكسيت مقدم على الكومباينيشن ميثوتريكسيت مع مانتي ان اف دي مار او تارجت سينثيتيك دي مار، قال لكم ده سترونج ريكومنديشن. وهو برضه الميثوتريكسيت مونوثيرابي تحتها كونديشنالي ريكومندد، هنا ريكومندد بس توصيه اقل شويه اضعف اوفر الفلونامايد او الديوال او التريبل دي مار كونفنشنال سينثيتيك او كومباينيشن بلس تي ان اف. فنخلي بالنا اهو الى الان الميثوتريكسيت متربع على عرش الروماتويد، هبدا بميثوتريكسيت. يعني معلش انا اسف من الممارسات اللي مش ماشيه مع الجايد لاينز ان انا ابدا بالفلونامايد. خلاص يعني هم ستيل بيقولوا ده الافضل. برضو لو في بور بروجنوستيك فاكتورز هنبدا بميثوتريكسيت، وهنعلق على النقطه دي يا دكتور اسامه، لان البور بروجنوستيك فاكتور هتفيدني في ستيب 2. هم ما زالوا بيتكلموا حتى في وجود البور بروجنوستيك فاكتورز هنبدا بميثوتريكسيت. هتفرق معايا البور بروجنوستيك فاكتورز دي في الابجريد بعد كده، انا هنقل على بيولوجيك ولا هكمل كونفنشنال سينثيتيك؟ لكن حتى لو بور بروجنوستيك فاكتورز، ما هو الهاي او مودريت اكتيفيتي اللي حاطينها في الاي سي ار دي برضه من البور بروجنوستيك فاكتورز، ما هاي اكتيفيتي ده بور بروجنوزس، ومع ذلك قال لك ابدا بميثوتريكسيت مونوثيرابي. خلاص انا معاك يا دكتور سامر، هنبدا بالبور بروجنوستيك فاكتورز هتفرق معايا بس في الديسيجن فيما بعد الميثوتريكسيت، لكن ستيل moderate to high activity هبدأ بميثوتريكسيت مونوثيرابي. طيب وتعال نشوف برضو الكواليس اللي تحت الجايد لاينز. اول حاجه الاي سي ار قالت لك التريبل ثيرابي، هم دايما بيشيروا الى هيدروكسيكلوروكين مع السلفاسلازين مع الميثوتريكسيت، قايلين او الفلونامايد في حالات لو الميثوتريكسيت ما كانش كان كونتر انديكيتد زي ما هنتكلم بعد شويه.
الكونتر انديكيشنز بتاعته. طيب تعال نشوف بقى، هم قايلين الميثوتريكسيت مونو ثيرابي كونديشنالي ريكومندد على الديوال او التريبل كونفنشنال سينثيتك دمار. قايلين هي القصه هو ليه خليناه كونديشنال؟ قال لك هو طبعا هو احسن عشان هنوفر فلوس وهنقلل سايد افكت هنقلل انتر اكشنز، بس ستيل كونديشنال، ان لو العيان عنده بور بروجنوستيك فاكتورز ممكن يفضل انه يبدا بالكومباينيشن، او هو يقول لك انا عايز ابدا بالكومباينيشن عشان اوصل لتحسن. انا بصراحه في بعض الحاجات كنت بحب ابدا لها ميثوتريكسيت مع هيدروكسيكلوروكين مثلا، بس هم الى الان في الجايد لاينز بيقول لك ده المونوثيرابي افضل. طيب وقايلين قصه الميثوتريكسيت مونوثيرابي ريكومندد على ميثوتريكسيت بلس انتي تي ان اف ليه؟ قال لك لان هو ده اقل في الكوست في السايد افكتس والامينو سبريشن خلاص. لكن قال لك ليه قلنا كونديشنال؟ لان بعض العيانين سبيشال ذوز وذ بور بروجنوستيك فاكتورز ممكن يقول لك لا انا عايز الرابيد اونست خلاص، فممكن ساعتها تبدا ميثوتريكسيت مع بيولوجيك بالذات الانتي تي ان اف. لكن الى الان ميثوتريكسيت مونوثيرابي از بريفيرد، لكن ممكن لو العيان عنده بور بروجنوستيك فاكتور وقال لك لا يا دكتور انا عايز رابيد اكشن وهكذا، ساعتها ممكن تضطر او كده انك انت تبدا ميثوتريكسيت مع البيولوجي. وهنا طيب هبدا ميثوتريكسيت بس؟ لا تعالى بقى نشوف الحته اللي فيها خلاف دي. اليولار قالوا ان شورت تيرم ستيرويدز should be considered when initiating او changing the conventional synthetic demard. هتبدا ديمارد دخل شورت تيرم ستيرويدز خلاص، هتغير الديمارد هتعلى وتعمل ابجريد، حط شورت تيرم ستيرويدز وبنحط 30 خط على شورت تيرم جلوكوكورتيكويدز. ليه؟ ياما والله بنشوف عيانين، انا اذكر عينه جات لي اديلها 6 سنين ماشيه على ستيرويدز وهي روماتويد 6 سنين. فطبعا this is a fatal mistake خلاص. قايلين بقى يبقى انت شورت تيرم جلوكوكورتيكويدز should be considered when initiating او changing conventional synthetic demand in different dose regimens and routes of administration، لكن خلي بالك should be tapered and discontinued as rapidly as clinically feasible خلاص. طب الجرعه ايه بقى؟ هم قايلين بقى قايلين شورت تيرم لو دوز. اليولار حاطين ديفينيشن واضح، ايه راي حضراتكم بنبدا بجرعه كام؟ قايلين شورت تيرم يعني اقل من 3 شهور، ما تزودش عن 3 شهور، ولو دوز هم قايلين لك اقل من 7.5. ايوه تمام دكتور، اقل من 7.5 مللي جرام بريدنيزولون. طبعا البريدنيزون والبريدنيزولون هما دول الايه اليوجوال ستيرويدز تمام. البريدنيزون بيروح الليفر بياخد ال بريدنيزولون، يعني البريدنيزولون هو الاكتف فورم، فيمكن بريدنيزولون احن على الكبد شويه انه اكتف فورم، بريدنيزون بيروح على الليفر ياخد ال. حتى برضه حافظها الشباب الهوستاكورتين اللي هو اختفى دلوقتي من السوق بيروح على الهيباتيك سيركيشن ياخد اتش. لكن الاثنين زي بعض، 5 مللي جرام بريدنيزون زي 5 مللي جرام بريدنيزولون، واكثر عندنا في السوق البريدنيزولون سواء بقى السوليوبريد الديسبريلون الايبيكوبريد كلهم زي بعض تمام. وان كان السوليوبريد قل شويه وبرضه الديسبريلون ميزته انه دبل سكورد ممكن القرص ال 20 يتقسم لاربعه، لكن مشكلته انه طعمه مر، يعني طعم القرفه فيه صعب شويه، الايبيكوبريد طعمه الفراوله او السوليوبريد طعمه احسن. يبقى الشاهد لو دوز ستيرويدز من فضلكم، احنا هنا مش لو بس، انا بدي جرعه قليله خالص اقل من 7.5 مللي جرام بريدنيزولون او الايكويفالنت، وبدي شورت تيرم اقل من 3 شهور ما تزودش عن 3 شهور من فضلك، واسحب از ايرلي از بوسبل. يعني فرض العينه حسنت خلاص. طيب تعال نشوف بقى الاي سي ار، امريكان كوليدج هنا خلفوهم قايلين لا، قايلين بقى انيشيشن اوف كونفنشنال سينثيتك ديمارد وذاوت شورت تيرم، برضه قايلين شورت تيرم اقل من 3 شهور جلوكوكورتيكويدز از كونديشنالي ريكومندد اوفر انيشيشن اوف كونفنشنال سينثيتك ديمارد مع شورت تيرم ستيرويد. يعني قال لك ان التوصيه ضعيفه انك انت لو بدات ميثوتريكسيت من غير كورتيزون احسن شويه، لكن برضه قايلين كونديشنال ريكومنديشن. وقايلين بقى طب لو هتدي بقى ميثوتريكسيت لوحده احسن سترونجلي ريكومندد من ان يكون احسن من انك تدي ميثوتريكسيت مع لونج تيرم ستيرويد. يعني بيقول لك خلاص لونج تيرم ستيرويد دي كل ريكومنديشن بالضبط، لكن الشورت تيرم اليولار قالت كويسه والاي سي ار قالت ممكن بس يفضل تبدا من غير ميثوتريك من غير ستيرويد. طب تعال نشوف
هم اصلا في الاي سي ار قال لك الفوتنج كله قال ان الاسترويدز احيانا بتبقى مهمه، لان هي اسرع حاجه بتحسن السيمتومز. يعني انا دلوقتي الاسترويدز بتحسن الايروجن شويه، بتحسن برضو الديزيز بروجريشن. انا شايف بصراحه انها احسن من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. فالنون ستيرويدال خلي بالكم ليها برضو انتر اكشن مع الميثوتريكسين. خلاص، فقال لك لو هتدي اللوست افكتيف دوز فور ذا شورتست ديوريشن هيبقى كويس. خلاص، فانا بصراحه ببدا ميثوتريكسين مع شورت تيرم لو دوز ستيرويد، وخصوصا بقى لما نشوف ديمار دي يوجوال تايم تو افكت. تتوقعوا الميثوتريكسيت يبدا الافكت بعد قد ايه؟ ده الكلام من الجون هوبكن ارثرايتس سنتر. كانوا تخيلوا بقى الميثوتريكسيت بتبدا بعد قد ايه؟ اليوجوال تايم تو ستارت الميثوتريكسيت بعد 4 ل 6 اسابيع. 6 اسابيع، يعني العين ممكن ما يحسش بتحسن الا بعد 6 اسابيع. طب تخيل بقى عيان جاي لك مفصل ورمه ومش عارف يمسك اكره الباب ولا عارف يتحرك ولا عارف ينزل شغل، هتبدا ميثوتريكسيت بس وتقول له استنى 6 اسابيع؟ لا طبعا، هيبقى الاسترويد هي اللي هتجيب نتيجه. واحيانا ممكن نبدا استرويد ميني بالس زي الديبروفوس او البيتافوس بتجيب نتيجه سريعه في الناس الهايلي اكتف. خلاص، طب الفلونامايد من 4 ل 8 اسابيع، السلفاسلازين ده ممكن من 6 اسابيع ل 12 اسبوع 3 شهور، الهيدروكسيكلوروكين ده السلحفه بتاعتنا بقى، الهيدروكسيكلوروكين ممكن ياخد لحد 4 شهور. بس يقول لك ان لو عدينا 5 6 شهور وما فيش ريسبونس خلاص ده الهيدروكسيكلوروكين فين. البيولوجيكس طبعا تي ان اف اسرع شويه، دي لها برضه محاضره لوحدها، ممكن تظهر ويذن 2 و 4 ويكس. فتخيل بقى انا هبدا العيان ميثوتريكسيت وهي جايه لك باكتيف ارثرايتس ومش قادره تتحرك وتعبانه ومش قادره تمارس حياتها، تقول لها استني الميثوتريكسيت شهر شهر ونص؟ فبصراحه لا، نبدا لدوز استيرويد مع الديمار طبعا. بس المشكله المواطن المصري الاصيل ورايه في الكورتيزون يقول لك والله يا دكتور انا سمعت ام احمد قالت لي ده كورتيزون. ده يعني النكته الشهيره طبعا، بتقول عيان بقى كانت ميه نار وسم فلان ونقط كورتيزون، كورتيزون الا كورتيزون. وطبعا بقى اللي طالعين فيها الموضه دلوقتي يقول لك يا دكتور انا سمعت ان الميثوتريكسيت كيماوي، وام احمد قالت لي انه كيماوي. طبعا مش كده بقى، انا سمعت ام احمد وام حسين لا معلش، ومحتاجين نفهمها طبعا. هو ده الكيموثيرابي، احنا واخدينه من زمايلنا في الانكولوجي في الاورام. بس احنا حضرتك انا بقول عنها كده، قصدك انه كيماوي بتاع الاورام، هما بياخدوا جرعات الفايل 500 مللي جرام، احنا بندي الفايل بتاعنا بيبقى 50 مللي جرام، وببدا ب 12 ونص في الاسبوع، ببدا او 15 جرعه اقل بكتير جدا. وده التوصيات اللي هنقول للمريض، انا بوضح لها كده اللي انا هكتبه لك هو اللي هتاخديه في امريكا في اوروبا في اسيا، دي الريكومنديشنز. والدواء ده ما فيش منه مشكله طول ما احنا بنتابع. فهي بقى النقطه انك تقنع العيان بالميثوتريكسيت ولا تقنعه بقى بالكورتيزون. طيب السؤال الثاني بقى، نبدا راي حضراتكم، ميثوتريكسيت اقراص ولا حقن؟ هندي الاقراص ولا ندي الحقن؟ يعني ممكن ما تفرقش كتير، بس راي حضراتكم سبكوتينيوس جميل. طيب تعالى نشوف الجايد لاينز قالت ايه. جميل قوي، حته حسب الجرعه دي صح. تعالوا بقى نشوف الاس ار قالت كلام جميل عكس بصراحه البراكتس اللي انا كنت بعمله. انا بدات اتغير بعد الجايد لاينز دي، قايلين الاورال ميثوتريكسيت از كونديشنالي ريكومندد اوفر السبكوتينس. يعني قال لك لما تيجي تبدا ابدا بالاورال. خلاص، والاثنين صح، احنا زي ما قلنا ده كونديشنال ريكومنديشن، يعني خلاص ميثوتريكسيت سترونج ريكومنديشن. الروت بقى سبكوتينيوس او اورال. وخلي بالكم في انترا ماسكو. انا بس باكد كمان اليونيتريكسيت المصري اللي انا كنت بديه زمان سبكوتينيوس، لحد ما خدت بالي ان احد الزملاء اللي نبهني، حتى دكتور عادل حسان، دكتور عادل حسان كان كتب على صفحته فعلا انه ما بيتاخدش سبكوتينيوس، وفعلا شفت البامفلت بتاعه انه انترا ماسكو. فعلا العيان لما بياخد اليونيتريكسيت سبكوتينيوس بيبقى نار، بيلسع جدا. فللاسف هو بيتاخد انترا ماسكولار بس، وللاسف يعني مش زي المستورد للاسف اليونيتريكسيت. يعني انا الاورال ميثوتريكسيت بالنسبه لي مور كونفينينت، وهم في الاي سي ار قايلين انه كونديشنال ريكومندد اوفر السبكوتينيوس. طب قايلين لي بقى الاورال بريفيرد ديسبايت المودريت ايفيدنس سجستنج سوبيريور افكت للسبكوتينيوس، قايلين عشان الايزي ادمنستريشن والسيميلار باي افيلابيلتي، بس مش في كل الدوزز. خلاص، ده يبقى اليوروبي الامريكان قال لك ابدا الاورال.
طب هنبدأ بكام؟ تحبوا نبدأ بكام؟ لأن في ناس مثلا بتبدأ 7 ونص، ناس بتبدأ ب 10، ناس بتبدأ ب 12 ونص، 15، 17 ونص، 25. طيب يعني طبعا السبعة ونص دي جرعات قليلة قوي. تعال نشوف الاي سي ار قال لك الانيشيشن او التايتريشن تبقى ويكلي دوز، ونأكد والله يا ربنا يكرمكم ويكلي دوز، ويكلي دوز، لأن لسه الموقف ده حصل معايا، وحصل معايا مثلا 4 5 مرات، والله كاتب للعيان كده ميثوتريكسين 15 مللي جرام تابلت او اميوتريكسين قرص بعد الغداء كل جمعه، وجيت فوجئت الله يسامحه الصيدلي كاتب له قرص بعد الغداء وساكت، مع اني كاتبها بخط واضح وكبير وعامل عليها خطين، فوجئت العين جاي لي بعد شهر بياخد الميثوتريكسيت يوميا. طبعا بقى جاي سيفير ليكوبينيا مشكله، وبقيت باكد على عين ويكلي كل جمعه مثلا، كل جمعه خلي خلي بالك، فويكلي دوز 15 مللي جرام اتليست، واذا 4 ل 6 بس. يبقى لما تبدا ابدا ب 15 اتليست، او لو هتبدا بقى اقل في خلال 4 ل 6 اسابيع اوصل لاتليست ال 15 مللي جرام. خلاص اوفر انيشيشن او تايتريشن او ويكلي دوز اقل من كام 15، يبقى بلاش نبدا بالجرعات الصغيره قوي، يعني حتى لو هتبدا ب 10 وتعلى كله 10، وبعد اسبوعين 12 ونص، وبعد اسبوعين 15، بعد الاسبوع الرابع وصلت لل 15. خلاص طبعا انا بقول لك ده للانيشيال، لان الماكسيمال دوز بتاعنا كام؟ 25. خلاص يبقى الانيشيشن او التايتريشن هبدا ب 15، او على الاقل في خلال 4 اسابيع هكون وصلت ال 15. يعني هبدا ب 15، طب افرض حد عنده جي اي تي اريتيشن وقلقان منه، فهبدا له مثلا بال10 واقول له بعد اسبوعين يا لل 12 ونص، وبعد اسبوعين يا لل 15. طيب بصراحه من الحاجات اللي عجبتني قوي ان شركه ايفا منزلين اميوتريكسيت، كان مشكلتنا مع الميثوتريكسيت انه 2.5 مللي جرام، فعشان دي 15 كان بياخد 6 اقراص. فبصراحه هم عملوا الحركه دي كويسه قوي، يعني في ال 2.5 مللي وال5 و7 ونص و10 و15. طبعا المحاضره دي ما لهاش اي علاقه بالشركات يعني، بس بحب دايما ابقى براكتيكال. فانا ممكن انا في الغالب مثلا هبدا بال10، وممكن ازود مثلا معاه 2.5 او 5، او في الغالب لو العيان ما عندوش مشاكل في المعده او ولا اي حاجه ببدا بال15. خلاص ولو حد عايز يبدا بيبدا بال2.5 مثلا، لو عايز يبدا بالنوع الثاني تمام. والانجكشن خلوا بالكم الحقنه 50 مللي جرام في ال2 مللي لتر، يعني كل مللي 25، يعني الواحد من 10 ب 2.5، يعني الواحد من 10 بقرص من ده او قرص من 2.5. خلاص فمثلا لو عايز ادي ال15 هدي 6 من 10 سنتي من الحقنة. خلاص وهكذا. طيب فبناء على كده بدأنا العينة اورال ميثوتريكسيت او الاميوتريكسيت او ميثوتريكسيت نص 15 مللي جرام ويكلي. خلي بالكم بيقولوا انه ما بيتأثرش بالاكل، ممكن يتاخد ريليفنت تو فود. طيب المشكلة بقى ان العينة بعد اسبوعين جات لك بقى نوزيا وفوميتنج وسيفير ابيجاستريك بين. ايه بقى الخطوة اللي بعد كده اللي نحب نعملها؟ ايه رأي حضراتكم؟ هل في مشكلة بقى خلاص هنوقف الميثوتريكسيت ونلجأ إلى السلاح الآخر؟ تعالى نشوف بقى، دي فايدة بقى إن إحنا نكون عندنا خلفية في البيزكس. أول حاجة ما ننساش تراجع الدوزنج، زي ما قلنا الدوزنج إيرور، ياما شفناها بياخدوها وانس ديلي. لا الحمد لله إن العينة دي بتاخدها وانس ويكلي مش وانس ديلي وماشية صح. طيب بقى تعالى نرجع للبيزكس، تعالى نشوف الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميثوتريكسيت. الميثوتريكسيت از انتي فوليت. يعني هو شبه الفوليك اسيد، فبيتنافس معاه بيعمل كومبتيتيف انهيبيشن للداي هيدروفوليت ريدكتيز. فالداي هيدروفوليت ما بيحصلوش ريدكشن للتترا هيدروفوليت. التترا هيدروفوليت ده اللي هو اللوكوفرين او الفولينيك اسيد، ده اللي بيعمل الاكتيف اكشن. فبالتالي الاكتيف اكشن ده مش هيخلي، انتوا عارفين بقى طبعا مش هيدخل في التفاصيل، بس الدي ان ايه بيعتمد على الفوليك اسيد والبي 12، فبالتالي انا وقفت الباثوي بتاع الفوليك اسيد هنا، فمش هيتكون التترا هيدروفوليت، هيحصل فولينيك اسيد هيقل او اللوكوفرين، فبالتالي الدي ان ايه سينثيسيس هيقف. عشان كده افتكروا اللوكوفرين ده عشان ده هنحتاجه في الميثوتريكسيت توكسيستي، يعني لو العيان عنده ميثوتريكسيت اوفر دوز او توكسيستي مش معقولة هيبقى مش المنطق من هدي الفوليك اسيد، ما هو هي محتاج جرعات كبيره. طب ما تدي الفولينيك اسيد اللي هو نقص، ساعتها اللوكوفرين ده هنحتاجه في التوكسيستي. فطبعا بقى طب ما مين اللي هيتاثر؟ الدي ان ايه
ده بتاع البروليفريشن، فالسيلز اللي بتبروليفريت بسرعه زي البون مارو، انا عندي الهيماتولوجيكال سيلز كده في التوكسيستي بيحصل بون مارو سبريشن، ممكن يعني يجي لك بان سيتوبينيا. الفيتال سيلز عشان كده كونترا انديكيتد في البريجنسي، الهير فوليكلز العيان اكبر مشكله يقول لك يا دكتور انا بدات اراع، تمام. والبكال بقى يجي لك باورال ميوكوزايتس، والجي اي تي بقى واجارك الله من الجي اي تي واليورينري بلادر. فنخلي بالنا السيلز اللي هي رابلي بروليفريتنج، عشان كده هو دوره بيستخدم في الكانسر الخلايا اللي بتتكاثر كتير، وبيستخدم في الميثود في الروماتويد عشان البانا سيلز الرابلي بروليفريتنج سيلز. طيب عشان كده بقى زي ما حضراتكم قلتوا ما ننساش الفوليك اسيد سبلمنتيشن مع الميثوتريكسين، ودي بقى من الحاجات اللي شفنا في البراكتس فيها خلافات كبيره. انا بصراحه شفت اكتر من ريفرنس فيها، يعني الروماتولوجي سيكريتس قال لك فوليك اسيد 1 مللي جرام ديلي ديلي مع شود اولويز بي جيفن مع الميثوتريكسين، وبرضه الاب تو ديت قال لك 1 مللي جرام ديلي حتى اليوم بتاع الميثوتريكسين، عكس ما المشهور عندنا قليل لانه بس انه باسفلي تيكن باي ذا سيلز and does not compete with methotrexate for uptake by the reduced folate therapy. يعني هو حتى يوم هما بيدوا 1 مللي جرام دي. وده بقى كان ارتكل ريفيو على الفلويد سبلمنتيشن في الروماتويد مع الميثوتريكسيت. هما قالوا ريكومندد دوز بتاعهم من 5 ل 10 مللي جرام وانس ويكلي باي ماوث في المورنينج افتر ميثوتريكسيت دوز. يعني ممكن هو عندنا الميثوتريكس الفوليك اسيد 5 مللي جرام، والله يكرمكم خلي بالكم عشان دي برضو التركه بتحصل كتير، انا بكتب الفوليك اسيد 5 مللي جرام يومين في الاسبوع، او مثلا هو هنا بيقول لك ادي القرصين مثلا او قرص تاني يوم الحقنه وانس ويك، او مثلا لو اديته اثنين يبقى تقريبا كانك بتدي 1 مللي جرام دي اللي يبقى 10، فبكتب الفوليك اسيد 5 مللي جرام قرصين كل اسبوع. تيجي تفاجئ بقى ان الصيدلي صرف الفوليك اسيد النص مللي جرام اللي هو ال 500 مايكرو جرام، فطبعا دي فيري لو دوز. خلي بالك لما ياخدوا ال 500 مايكرو جرام مرتين في الاسبوع او قرصين يعني كانوا بياخدوا 1 مللي جرام ويكلي، فجرعه قليله. فبرضه دي من الحاجات مش كده، حته مراجعه الدواء مع العيان والبيشنت اديوكيشن، ميثوتريكسيت وانس ويكلي الله يكرمك. خلي بالك الفوليك اسيد 5 مللي جرام قرصين في الاسبوع، او هندي ال 1 مللي جرام ما اعرفش في 1 مللي جرام ولا لا، بس في الفوليك كام مثلا 2.5 مللي جرام وهكذا، فقرصين 5 مللي جرام يبقى كويس قوي. طيب ادينا الميثوتريكسيت وادينا الفوليك اسيد، حاضر هعلق على ال 5 مللي جرام ديلي، ادينا الميثوتريكسيت وادينا الفوليك اسيد 5 مللي جرام حبيتين تاني يوم الحقنه، وبرضه العيانه عندها جي اي تي مانيفستيشنز، ايه راي حضراتكم بقى نعمل لها ايه بقى؟ ما خلاص بقى احنا غلوبنا معاها بقى. طيب تعالى نشوف الاوبشنز. الاي سي ار قال لك في الجايد لاينز في اوبشنز، كل دول ريكومندد باي ذا اي سي ار ما عدا واحد، هل تقسم الدوز بتاع الاورال ميثوتريكسيت في خلال 24 ساعه؟ يعني لما مثلا بتدي 15 مللي جرام بعد الغداء تدي 7.5 مللي جرام فطار و7.5 مللي جرام عشاء بس في خلال 24 ساعه، ولا تشفت على سب كوتينيوس، ولا تزود الدوز بتاع الفوليك اسيد او الفولينيك اسيد، ولا نسويتش للالترنتيف دي مره بقى ندي الفلونامايد مثلا، انهي فيهم اللي مش صح؟ يعني كل دول صح او يعني مش هو البريفيرد، يعني ما اقدرش اقول انه مش صح، هم قايلين ان بريفير ثلاثه على واحد. تعال نشوف بقى هم قايلين ايه، هنلاقي ان المفاجاه ان هم متمسكين قوي بالميثوتريكسيت. قال لك اعمل اي حاجه تخلي العيان يكمل على الميثوتريكسيت قبل ما تفكر تشوف، وده برضو يعني كونديشنال ريكومنديشن. قال لك بقى قدامك ثلاث حلول، اول حاجه سبليت دوز للاورال على مدى ال 24 ساعه، زي ما قلنا انا بادئ للعيان دي ب 15، خلاص خدي 7.5 الصبح و7.5 بالليل، خلاص على مدى ال 24 ساعه، او مثلا 5 5 5 بس في خلال 24 ساعه، او شيفت على سب كوتينيوس ادي ال 15 سب كوتينيوس، قال لك ده ممكن يكون احن على الجي اي تي، او زود الدوز بتاع الفوليك اسيد بقى. ده كونديشنال ريكومندد اوفر سويتشنج، انك تنقل على بيولوجيك تاني. بس انا سبحان الله انا ما اعرفش، انا في البراكتس بتاعي انا كنت بلاحظ ان في عيانين كتير على اليونيت تريكسيت المصري بالذات بيجي لهم سيفير جي اي تي اريتيشن، لما ببدا معاهم الاورال وببدا اعلى الجراديوال بحس التولرانس بيبقى اعلى. ما اعرفش هل حد فيكم شاف ده ولا لا، بس انا الاي سي ار اي لنا عكس كده، ده بالعكس ده انا هبدا بالاورال ولو جاله جي اي تي اريتيشن فكر انقل على السبكوتينيوس. بس هي النقطه انا عن نفسي بدات السبكوتينيوس تعب، انا اجرب الاورال بحاول، هو قال لك حاول تمسك بالميثوتريكسيت قدر المستطاع قبل ما تفكر انك تسويتش.
وليه قايلين بقى ان ده كونديشنال؟ عشان البيشنت بريفرنس، لان برضه العيان ليه راي، ما هو العيان برضه تعب، وما ادراك ما البيشنت بريفرنس بقى. ممكن يقول لك لا انا اسف انا مش هاخد ميثوتريكسين، تعالوا بس نشوف البيشنت بريفرنس ممكن يوصل ليه. ايه رايكم في البتاع ده؟ البتاع ده والله لا انا كنتش مصدق لحد ما العيان قالها لي اكتر من مره. في عيان قال لي والله يا دكتور انا لما بشوف حد لابس تيشيرت اصفر برجع، ان الحقنه اصلا هي الحقنه الصفراء مشهوره، الحقنه مستر الحقنه الصفراء. والله كده انا سمعتها من واحد، قلت بيبالغ، لكن سمعتها من واحد واثنين وثلاثه. لا ده كمان ايه، في عيانه قالت لي انا لما بعدي جنب الثلاجه اللي انا حاطه فيها حقنه الميثوتريكسين برجع. واحد قال لي انا لما بشوفها بحس بطعم الزيت في بوقي. فعلا يعني عنيفه، يعني سبحان الله. ده بقى وعيانه قالت لي انا لما حد بيجيب لي سيره الميثوتريكسين برجع. فعلا فيري اجريسيف على الجي اي تي للاسف. فمشكلتها ان اقوى سلاح، واعتقد حضرتك شفتوا منها ان في قصه الانتولرانس مش قليله، والكلام ده مش مبالغه، يعني ده ريفيو بيقول ان ديسبايت الافكتيفنس از ا ديزيز ديفايند ايجنت، بروبابيلتي اوف ميثوتريكسين ديسكونتينيويشن في خلال سنه حوالي 30%. تخيلوا ان تلت الحالات تقريبا بتوقف دي نتيجه انتولرانس. اكتر حاجه بقى الانتولرانس اكتر بقى من الهيباتيك افكشن والكلام. طيب احنا قلنا يا اما هنسبريت الدوز، يا اما هنحول لسبكوتينيوس، يا اما هنزود الفوليك اسيد. شوف بقى دي نقطة مهمة، حضرتك تسألوا على 5 مللي جرام ديلي، يعني فروماتول سيكريتس قالين هندي الفوليك اسيد 1 مللي جرام ديلي خلاص، وممكن ترفع الجرعة ل 2 او 5 مللي جرام ديلي لو السيمتومز اوف توكسيستي زي الماوث ألسرز بدأت تيجي، يعني ممكن ندي 5 مللي جرام ديلي خلاص. والاب تو ديت قالين الدوز مي بي انكريز تو 5 مللي جرام بير دي از نيدد بيزد اون ريبورتنج اوف ريزيديوال سيمتوم. وعلى فكرة قالين ان زيادة جرعة الفوليك اسيد مش بتأثر قوي على الميثوتريكسيت افيكاسي خلاص. فبالتالي انا كده ممكن ارفع الميثوت، انا كنت بادئ فوليك اسيد قرصين 5 مللي تاني يوم الحقنه، لا انا هدي 5 مللي جرام ديلي واجرب واشوف خلاص. فرفع الفوليك اسيد مش غلط، لحد ان انا بس في الغالب لو هنبدا نبدا بالجرعه القليله وممكن نعلى سن نفسنا، فنخلي بالنا من النقطه دي. والاورال، الاورال برضو عشان ما انساش، اعلى جرعه اديها مره واحده 15، فوق ال 15 الاورال بايو افيلابيلتي بتقل، فبالتالي هقسمها. يعني ما ينفعش ادي، احنا قلنا ماكسيمم 25، ما اديش ال 25 مره واحده، ادي مثلا 15 في الفطار و10 في العشاء، او 15 5 5، لان كل ما السنجل اورال دوز تعلى الاورال بايو افيلابيلتي بتقل. طيب العينه دي بقى جات لك بيورين ريتراكت انفكشن، بس عشان ما ننساش الحته، ايه الانتيبيوتيك اللي شود بي افويدد مع العينه دي وهي بتاخد ميثوتريكسين؟ ها اه ممتاز، اللي قايل الترايميثوبريم. الترايميثوبريم ده موجود معانا فين؟ في السبتازول، في السبترين. طبعا الناس عندنا هنا في مصر ما بيعتبروش السبتازول ده مضاد حيوي، يقول لك ده السبتازول بتاع الزور، طبعا هو مضاد حيوي خلاص. سلفا ميثوكسازول ترايميثوبريم. ليه بقى؟ لان السلفا ميثوكسازول ترايميثوبريم انتي فوليت. فتخيلوا بقى اما تدي الميثوتريكسيت والترايميثوبريم وكمان السلفا ميثوكسازول برضه انتي فوليت، يبقى انت كده بتهبد الفوليك اسيد اصلا، وريسك بون مارو سبريشن اعلى، فبالتالي هتبقى مشكله. فمن فضلك وقف، ما تديش ترايميثوبريم سلفا ميثوكسازول او اللي هو السبتازول او السبترين مع الميثوتريكسيت. بس في الاب تو ديت قال لك ان الكومباينيشن ده ممكن يكون توليرابل في الجرعه بتاع البروفيلاكسس. يعني خلي بالكم اما نيجي نقول الانكي اسوشيتد فاسكولايتس مثلا، بندي بروفيلاكسس ضد نيومو سيستس جيروفيسيال نيومونيا البي سي بي. فقال لك انت ممكن تدي السبتازول او السبترين خلاص الدبل سترينث دي اس، سبترين دي اس قرص واحد 3 مرات في الاسبوع، سبت واثنين واربع مثلا، او اثنين واربع وجمعه. قال لك ساعتها الانتر اكشن هيكون ضعيف، لكن الديلي دوز بتاع الانفكشن او الثرابيوتيك لا، ما تديش الميثوتريكسيت مع السلفامثوكسازول برايميثوبرين. طب انا بقى مش هبقى حافظ كل الانتر اكشنز، ساعتها بقى ممكن تستفيد من ده. طبعا ده الميديسكيب، والميديسكيب من التطبيقات الجميله جدا بصراحه في الدراجز. يعني احنا هنا لو شفناه ده المفروض فيديو،
انا دلوقتي بدخل وبكتب الدواء، تمام؟ وبعد ما اكتب الدواء بختار بقى بيبقى في حاجه اسمها التولز. التولز دي بيكون فيها الانتر اكشن تشيكر. يعني ايه؟ انا بختار الانتر اكشن تشيكر اللي بدخل الدواء، على فكره وبدخل كل الروجيتات، يعني بدخل الروجيتا كامله في الحاله. يعني تخيل دلوقتي مثلا انا بكتب له ده الميديسكي، خلاص انا عامل سكرين شوت ومصور، بكتب الدواء. طبعا ميث ميديسكي بيجيب لك الانديكيشنز والبريجننسي والكوندر انديكيشنز والادفيرس افكتس والميكانيزم اوف اكشن والادمنستريشن، مهمه جدا بالذات ما تيجي تدي بيولوجي تشوف الادمنستريشن بتاعها. الانتر اكشنز ممكن تقسمها بالسيفيريتي عشان الحاجات اللي تخاف منها، او الفابيتيكال باي نيم. طب ده بقى صناعه ضهر، لكن انا بقى ممكن افتح الانتر اكشن تشيكر وادخل الروجيتا كلها. على فكره بيطلع حاجات كتيره الواحد مش واخد باله منها. انا على فكره ما بتكسفش، بفتح ميد سكيب بكتب. يعني شوف لما دخلنا ميثوتريكسيت مع ترايم سوبريم بيقول لك تو انتر اكشنز فاوند، لقيت في تو انتر اكشنز، اختار فيو انتر اكشنز يقول لك ده سيريس. خلي بالك السلفر ميثوكسازول مع الميثوتريكسيت بيزود التوكسيستي عشان البروتين بايندنج، ومن فضلك استخدم حاجه بديله. طب الترايم سوبريم مع الميثوتريكسيت برضه سيريس، خلاص عشان الفارماكوديناميك الاثنين انتي فوليت، وبرضه ممكن الترايميثبرين مع الميثوتريكسيب بينتراكت بطريقه اخرى. فده مهم جدا 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 بالذات في الادويه اللي انا لسه بكتبها جديد، مش عيب ان انا افتح وراجع واشوف الانتراكشن تشيكر. وتدخل اورجيتا كلها بقى، اكتب بقى هيدروكسي كلوروكين وشوف، هتلاقي بقى اربع انتراكشنز وتشوف وتعلم، لان الحاجات دي بتفرق جدا. لكن ان انا ادي كده وانا مش عارف، لا. فدي نقطه مهمه جدا، انتراكشن تشيكر ده في الميديسكيب. وفي فيديو كنت عامله يعني الابلكيشنز واستخداماتها، نتكلم عن ميد سكيب ان فيلد، بصراحه ده دراع الواحد اليمين. طيب البرزنتيشن بقى بتاع العينه دي، خلاص انا بدات الميثوتريكسيت وبدانا لدوز ستيرويد، ايه راي حضراتكم بقى؟ هل العينه دي البروجنوز بتاعها حلو ولا ورث ولا ده ولا ده، ولا ما عنديش داتا كافيه؟ ايه راي حضراتكم؟ طبعا اللي قال بور بروجنوزس هو الصح، لان العينه دي عندها بور بروجنوستيك فاكتورز. طب هتفرق يعني هو لازم بروجنوز؟ اه طبعا هتفرق، زي ما قلنا هدخل اجريسيف ولا لا. تعال نشوف البور بروجنوستيك فاكتورز معناها ان العيان ده عنده هاي ريسك انه يبدا يجي له راديوجرافيك بروجريشن، يعني ستراكشرال دامج، المفاصل هتتكسر بسرعه ويحصل ايروجنز، يحصل ديفورميتيز، وانه مش هيوصل للريميشن بسهوله، وانه ممكن يحصل فانكشنال ليميتيشن، فده هتدخل معاه اجريسيف. فبالتالي وهنعرف ان قد ايه الجايد لاينز احترمت البروجنوستيك فاكتورز دي. البور بروجنوستيك فاكتورز اللي اليولار قايلها لو بيرزيستنت لمودريت او هاي ديزيز اكتيفيتي حتى بعد الكونفنشنال سيستيتيك دي مرض كده، قلنا في الخطوه الثانيه ده هيرجح لي كافه البيولوجي خلاص باستخدام الايه الديز اكتيفيتي اللي هنتكلم عنها، او الهاي اكيوت فيز رياكتنس، او هاي سوولن جوينت كاونت، مش مجرد تندرس، عندي سوولن فعلا يجوا ايديهم ورمه ورم رهيب. ده لا والله في عيانين روماتويد كده الواحد بيشخصهم وهو داخل على الباب، ايده عامله كده ورم، خلاص ده فيري اجريسيف روماتويد. او وجود الروماتويد فاكتور او الانتي سي سي بي سبيشلي ات هاي ليفل. شفتوا بقى زي ما قلنا التتر بتاع الروماتويد والانتي سي بي ليهم لازمه اهو، ان الهاي ليفل ده بور بروجنوستيك فاكتورز، او ايرلي ايروجنز، او فيلير اوف تو اور مور كونفنشنال سيستيتيك ديماركس. العينه دي مثلا تكون دوبت اتنين دي مرض. طيب تعال نشوف بقى الايه الدمار البور بروجنوستيك فاكتورز. تعالوا بقى دي مثلا في الميديسكيب كان حاطط حاجات كومبريهنسيف اكتر، حاطين السن لو بدا في سن تحت ال 30 والفيميلز والسموكينج، لان السموكينج بيزود السترولينيشن للبيبتايدز. الانتي سي سي بي اسمه انتي سايكليك سترولينيتد بيبتايد، ده في السموكينج متهم انه احد اسباب حدوث الروماتويد. وطبعا الروماتويد فاكتور بوزيتيفيتي والاتش ال اي ده طبعا مش بيتعمل روتينلي خلاص، وهكذا. تعال نشوف عيانتنا عندها ايه. احنا قلنا العيانه عندها اول حاجه في ميل عندها حاجه و20 سنه، فاقل من 30 وما تدخنش الحمد لله، والروماتويد فاكتور بوزيتيف والسي سي بي بوزيتيف والاي اس ار عالي والسي ار بي عالي خلاص، وعندها هاير نمبر اوف انفولفد جوينتس، وعندي كمان ايروجنز بانت في السونار، فدي كده ايه هاي بور بروجنوستيك فاكتور. وقال لك كمان لما يكون الار اف والسي سي بي الاثنين الدبل بوزيتيفيتي ده بيزود البروجنوزس اسوء واسوء. فبالتالي قال لك ما تعتمدش على التندر جوينتس بس، دي بتكورليت مع الحاجات السبجكتيف.
انا عندي حاجتين، سبجكتيف يعني العين اللي بيقول، اوبجكتيف حاجات انا بشوفها بالاكزامينيشن. يعني بتندر العين يقول لك انا عندي وجع، ده سبجكتيف، لكن هل انت شفت سويلنج وكده واضح ولا لا؟ تمام. الاي اس ار والسي ار بي دي حاجات اوبجكتيف. فطبعا السي داي والاس داي دول هنتكلم عنهم، دول بي والبيشنت ريبورتد اوت كم ميجرز، دول بيبقوا اكتر مع التندر، لكن ما تنساش السويلنج. خلاص. وقلنا زي ما قلنا ان 75% بيجي لهم جوينت ايروجنز حتى في اول سنتين، والار اف بيبريدكت الايروجن والجوينت سبيس ناروينج، والاكبه بيديتكت الايه او بريدكت الايروجن، والسموكينج والهاي ديز اكتيفيتي فروم بيز لاين، دول من الحاجات البور بروجنوستيك. المهم العيانه الحمد لله بنلزقها في الميثوتريكسيت، وزودنا جرعه الفوليك اسيد، جايه لنا بقى بعد شهر وبتقول ايه عشان نقيم بقى، تعال نشوف الدنيا اخبارها ايه، اخبار الروماتويد ايه. والله كويس الحمد لله. طيب نكمل على نفس العلاج ولا نقلل؟ كويس الحمد لله. طيب تخيل بقى لما مثلا عايز تسال اخبار الروماتويد ايه، والله مش قد كده. اخبار يبقى نكمل ولا نزود طالما مش قد كده؟ طيب اخبار الروماتويد ايه؟ نص نص. عارفين بقى الايه بالحاجات دي. فكل الكلام ده مشكلته انه سبجكتيف، هكمل ولا اقلل؟ هو ما هو ما فيش حاجه اسمها نص نص ومش قد كده ماشي، ده الفيجوال انالوج سكيل، ده واحد من الحاجات اللي بقيم عليها، لكن لازم يكون في حاجه بنقيم بناء عليها. طيب ايه بقى الاحسن بقى؟ هل اعمل فولو اب للاكس راي عشان اشوف في بروجريشن للراديوجرافيك دامج ولا لا، ولا اطلب انتي نيوكلير انتي بودي، ولا اعمل اس داي او سي داي سمبليفايد اكتيفيتي اندكس او كلينيكال اكتيفيتي اندكس، ولا انا معلش كان في اوبشن كمان ان انا اعمل فولو اب للروماتويد فاكتور تتر او الاكبه تتر. ايه راي حضراتكم؟ السي داي او الاس داي؟ تمام. طبعا الجايد لاينز تتكلم على الكومبوزايت انديسز، هي دي احسن في الفولو اب. يعني زي ما قلنا ما اعتمدش على الالم بس بتاع العيان، وما اعتمدش على اي اس ار بس، ما اعتمدش على الطريقه العاديه بس، فقايلين الفاليديتد حاجه بالكومبوزايت ديزيز اكتيفيتي انديس لكومبوزايت، لان كذا فاكتور مع بعض، هي دي البيست فور فور. وان كان خلوا بالكم برضو بيتكلموا في الجايد لاينز ان تايم كونسيومنج، فالسي داي والاس داي يعني بيبقوا كويسين ان هم حاجات سيمبل، وعلى فكره ممكن يعني يخلصوا في وقت سريع. خلاص. وهم الاي سي ار اتكلموا على بعض الكومبوزايت انديس، هنقولهم ايه الابروف. طيب ادي الاي سي ار ريكومنديشن في ديز اكتيفيتي، الاس داي السمبليفايد ديز اكتيفيتي اندكس، بنحسب ال 28 جوينت كام، بنحسب السويلنج والتندرنس. خلاص. وبشوف الفيجوال انالوج سكيل، الفيجوال انالوج سكيل يعني بحط العيان بقول له الالم كانك على مسطره كده من واحد ل 10، تدي الالم كام؟ حيث ال10 دي اشد الم والصفر دي اقل الم، او من واحد ل 100، من 0 ل 100 عشان اقول له الالم كام في الميه، ممكن تبقى مفهومه العينين اكتر. يعني 10 دي فيري سيفير، فهو بيقول لك كذا، والفيزيشن جلوبال اسسمنت، وبتحط معاهم بقى الايه؟ السي ار بي ليفل. السي داي بقى اسمه كلينيكال ديز اكتيفيتي اندكس، هو هو بس شلنا السي ار بي بقى كلينيكال بس. خلاص. وبتجمع الداتا، ده مثل مثال حتى مش محتاج كالكوليتور، يعني 4 تندر زائد 4 سولين زائد مثلا السي ار بي كذا زائد الفاز او الفيجوال انالوج سكيل، عين قال لك الالم يدي له 4 من 10 وانت اديته مثلا الجلوبال اسسمنت 4 من 10، يبقى بتجمعهم على بعض. الداس 28 بيحتاج كالكوليتور، ممكن مع الاي اس ار او السي ار بي، والرابيد 3 برضو ده سهل العيان يملاه، وال 28 جوينت اللي هم انهي الام سي بيز، الام سي بيز والبي اي بيز، ادي كده 10، وادي كده 2 ريست 12، الالبوز 14، 16 الشولدرز و26 الشولدرز و28 النيز. يعني دول ال 28 جوينت. طبعا بقى الواحد برضه ما هو مش سهل ان انا اقعد بقى ايه احسب كل ده إيه، وفي حاجات زي ما قلنا بتحتاج كالكيوليتور. فبالتالي انا ممكن استخدم تطبيق برضه من الحاجات الكويسه جدا اللي قلت اللي حضراتكم عليها بصراحه، التطبيق اسمه روما هيلبر.
وما اعرفش في صوت وصل عند حضراتكم ولا لا. هو ده فيديو. هل في صوت؟ يعني هو بس انا كنت بس بشرح اللي هو الروما هيلبر ده جميل جدا بصراحه، في ادي الكرايتيريا وبيقول لي ازاي اطبقها على العيان والكلام دوت. تمام، ادي مثل ادلت اون ستيلز، بدخل العيان بتاعي عنده فيفر، عنده كذا، عنده كذا، والى الان هو بيقول لك داز نوت ميت الكرايتيريا فوق. وبعد كده طب انا حطيت بقى في بكمل الكرايتيريا، حطيت الاكسكلوجن كرايتيريا، خلاص هو كده هيبقى ايه؟ هيبقى ميتنج الكرايتيريا فوق. خلاص يعني برضو مش لازم ابقى حافظ كل حاجه، ميت الكرايتيريا. وكمان بقى تحت انستراكشر ازاي استخدم الحاجه دي، ويقول لي الكرايتيريا جاي بقى الياماجوشي وهكذا. وبرضو بتاع الارثرالجيا سسبيشس للار اي، كل ما دخل ايتم بيقول لي البروبابيلتي بتاع روماتويد ارثرايتس قد ايه وهكذا، وبيشرح بصراحه جميل. وكمان الكرايتيريا بتاع الفايبروميالجيا والوايد سبريد بين، وان يكون اكتر من 3 مانث، بيشرح بصراحه ويقول لك ان مثلا الارياز الابر ليمب يشمل كذا واللور وهكذا. بصراحه رائع وحلو في البدايه، مع الوقت ومع الاستخدام الواحد يبدا يحفظ الكرايتيريا ويعرف تطبيقها ازاي، وعملي جدا بصراحه. اسم روما هيلبر، فده في اغلب الكرايتيريا بتاع الروماتويد، وحتى هم ضافوا فيه الكرايتيريا بتاع الاي جي جي فور ريليتد ديزيز، وضافوا فيه الكرايتيريا بتاع انفلاماتوري باك بين. الاي جي فور ريليتد ديزيز ده فيه اكسكلوجنز كتير جدا. تمام، وحاطين الكرايتيريا بتاع الاوتو انفلاماتوري الجديده بتاع البرينتو، الكابس والاف ام اف، بصراحه رائع يعني. وكمان بقى مع كده في الديزيز اكتيفيتي انديسز، خلاص يعني ديز اكتيفيتي انديس بقى الاسداس بتاع والحاجات بقى الداس 28 بتاع الروماتويد، وهو بيحسبها لي. ده بتحتاج بقى اله حاسبه، هو بيحسبه لي وبيطلع لي كمان في السي داي والاس داي وكل حاجه، بصراحه رائع. والسليداي بتاع اللوبس اكتيفيتي، فده تطبيق رائع انا انصح بيه. طيب يبقى احنا قلنا النهارده الميد سكيب، وقلنا دوت الروما هيلب. فقلنا بقى الاي سي ار الكروميديز اكتيفيتي اندكس بيتكلموا على قلنا السي داي والاس داي وفي الداس 28 والام بي دي اي، خلاص ده مالتي بايولوجيك ديزيز اكتيفيتي سكورز. تمام، حاطين بقى دلوقتي 12 سيرم باي ماركر، بس ده طبعا لسه الى الان مش متاح قوي في الاستعمال. خلاص طيب احنا حسبنا لها الاس داي بقى العيانه بتاعتنا، طلع الاس داي 22. طب 22 دي بقى معناها ايه؟ يعني حلوه ولا وحشه؟ يعني ازعل ولا انبسط؟ ايه راي حضراتكم بقى؟ ده بقى محتاج ان انا ابدا اشوف معنى كل واحد فيهم، محتاج اشوف الليفل بتاع الاكتيفيتي ايه، لان انا هيفرق معايا في ايه بقى؟ كل الكلام الجديد في حاجه اسمها تي 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 او تي تو تي، اللي هي اختصار تريت تو تارجت. يعني معلش اشمعنى احنا في الروماتولوجي مش عندنا تارجت؟ بتاع السكر عارف انا عايز الهيموجلوبين اي 1 سي يكون اقل من 7%، السكر التراكمي الصايم اقل من 130، البوست براندي اقل من 180، وبتاع الضغط حاطط تارجتس. طب اشمعنى احنا ما لناش تارجت؟ لا في تارجتس، خلاص كل الكلام الجديد تريت تو تارجت، عشان ابقى انا عارف انا بنشن لحد فين، هدخل اجريسيف بس لحد فين يعني. تمام، فمهم قوي تي 2 تي او تي تي تي، لان انا مهم دايما احدد انا فين، خلاص عشان اعرف اجري ورا الهدف، لازم احقق حلم. تمام، اوصل العيان للتارجت، واذا وصلت للتارجت خلاص زي الفل. فلازم اعرف انا فين والتارجت فين. يعني قلنا العيانه دي بدأ بهاي ديزيز اكتيفيتي، هل انا اوصلها لمودريت هو ده التارجت مثلا، ولا اوصلها لايه؟ فمهم قوي 3 تو تارجت، يبقى عندي هدف، مفيش خطه بدون هدف. طيب فالعيانه بقت تقول لك يا دكتور طب انا المفروض اوصل ايه؟ يعني ايه التارجت؟ فبدات تراجع الجايد لاينز. تعال بقى نشوف الاي سي ار قايلين ايه؟ قايلين 3 تو تارجت ابروتش سترونجلي ريكومندد اوفر اليوجوال كير. والله انت عامله ايه حاجه؟ والله انا كويسه يا دكتور النهارده ومش عارف المفاصل. لا احسب 3 تو تارجت، خلاص ده احسن. وقايلين ان الكونديشنال ريكومندد اوفر اليوجوال كير فور patients who have had an inadequate response to biologic or target synthetic demand. طب الهدف ايه بقى؟ التارجت قايلين المينيمال انيشال تريتمنت جول اوف فلو ديزيز اكتيفيتي از كونديشنال ريكومندد اوفر ا جول اوف ريميشن. يبقى هو في النهايه تريت تو تارجت، انا عايز اوصل لاما ريميشن
يا اما لو ديزيز اكتيفيتي. يبقى خلوا بالكم انا بنقسم الديزيز اكتيفيتي هاي مودريت لو ريميشن. ريميشن يعني العين خلاص في حاله كمون. فقال لك ريميشن از ذا ميشن، احنا عايزين نوصل ريميشن. بس خليك واقعي، ابدا باللو ديزيز اكتيفيتي احسن عشان تحمس العين، وبعد كده ابدا بالريميشن. طبعا الريميشن مطلوب بس ابدا باللو ديزيز اكتيفيتي. لكن طبعا انا عايز هدفي اللي عيني عليه الجول بتاعي ريميشن. ريميشن از ذا ميشن، لكن ممكن تبدا باللو ديزيز اكتيفيتي. وكل عشان كده بقى كل واحده من دول، وده برضه موجود على الروما هيلبر عندها الديفينيشن بتاعها. يعني الاس داي هيقول لك ان الريميشن يكون من رقم اقل من 3 و3 من 10، واللو من 3 وهكذا، والسي داي اقل من 2 وهكذا. بيقسم لك الريميشن واللو والمودريت والهاي. تمام. وبصراحه مع الكالكوليترز مش هتحفظها. طب احنا العينه بتاعتنا كانت كام؟ كانت الاس داي بتاعها كام؟ 22. فبالتالي الاس داي بتاعها هو لما نيجي نحطها على التطبيق على الروما هيلبر مثلا او كده، هتلاقي انها 22 دي في المنطقه المودريت اكتيفيتي، بادئين بهاي وما زلنا في مودريت. يبقى انا ما وصلتش لسه للتارجت، يبقى انا لسه العلاج مش مظبوط. طيب بس في نقطه بقى، تعالى نشوف الاي سي ار قايل لك، خليك بس بالراحه شويه. قال لك الجايدنج برنسبل، شويه قواعد كده حلوه في الاول. قال لك الار اي محتاج ايرلي ايفالويشن دايجنوز ومانجمنت، ماشي، عشان تدخل اجريسيف وتبدا بسرعه. طيب قال لك التريتمنت ديسيشن محتاج يكون شيرد ديسيجن ميكنج. يعني احنا قلنا هنبدا بميثوتريكسين، طب افرض بقى عيانه هتحمل او هي بقى بتدور بترضع، ومش ساعتها هنحتاج نغير وهنتكلم على البريجنسي مع الادويه. فلازم يبقى في شيرد ديسيجن ميكنج خلاص بينك وبين العيان. وقال لك التريتمنت ديسيجن شود بي ري ايفالويتد ويذن ا مينيمم اوف 3 مانث بيزد على الافيكاسي والتولربيلتي. يعني هي دي النقطه، العيان مثلا بتاع ياخد دواء الضغط النهارده عايز بكره ضغطه يوصل للتارجت، لا ياخد دواء السكر النهارده عايز يعيد التراكم، لا. ما احنا مثلا في السكر يقول لك التراكم بعد 3 شهور. فبرضه كذلك اما تيجي تري ايفاليويت انت عايز 3 شهور عشان تقيم انت فين من التارجت. فالعيان دي جايه لسه بعد شهر، فاصبر شويه قبل ما تحكم على الميثوتريكسيد. احنا قلنا بياخد من 4 ل 6 اسابيع وهبدا اعلى خلاص. فنخلي بالنا الديزيز اكتيفيتي تابعه بعد 3 شهور. فبالتالي عجبني الاستيتمنت ده في الاب تو ديت، دي ارتكل كامل عن الميثوتريكسيت. قال لك ان في خلال شهر ابدا الميثوتريكسيت تعلى از توليريتد اند از نيدد، بهدف انك تكنترول الساينز او السيمتومز. فهو الاوثر قايل لك ايه بقى، انا بحب ان ازود بعد 4 اسابيع 2.5 مللي كل اسبوع. يعني زي ما قلنا اللي راس ال 2.5، او لو بتدي الحقنه تبقى شرطه 0.1 كل اسبوع. يعني مثلا بدانا ب 15، تعالى عند الاسبوع الخامس او الرابع بقى الخامس خليها 17 ونص، بعدها يبقى 20، 22 ونص، الماكسيموم 25. بقول لك لو العيان ما عندوش مشاكل في الليفر والجي اي تي ممكن تعلى بخمسه في الاسبوع. يعني كان 15 على الاسبوع الرابع مثلا او الخامس تبدا تخليها 20، الاسبوع السادس توصله ل 25. ودي نقطه مهمه، ان يا جماعه احنا عايزين نوصل للهايست توليريتد دوز من الميثوتريكسيت. طبعا ما وصلتش للتارجت، قبل ما احكم على الميثوتريكسيت بالفشل ما احكمش في خلال شهر، لا استنى عليه. فالعينه دي من فضلك احنا جالنا بعد شهر هنرفع الميثوتريكسيت، والحمد لله احنا ظبطنا الفوليك اسيد دوز واتظبطت على 5 مللي جرام ديلي، وادينا حاجه بي بي اي بروتون بامب انهيبيتور وظبطنا المعده. فالحمد لله بدانا نزود والدنيا ماشيه متلزقه كده، زودنا 2.5 مللي جرام بريك، وصلنا على الاسبوع الثامن خلاص احنا بناخد 25 مللي جرام بير ويك. طب هنحتاج بقى انفستيجيشنز للمتابعه. اه طبعا النقطه اللي قلناها فوق ال 15 هنقسم اقصى جرعه في الاورال 15. يعني هندي مثلا 15 في العشاء وخمسه في الغداء وخمسه في الفطار مثلا خلاص. فدي نقطه مهمه، ما تديش زياده عن 15 في الجرعه الواحده في الاورال. طيب هنحتاج بقى انفستيجيشنز للمتابعه. بشكر حضرتك دكتور ايناس. هنحتاج اي تحاليل او فحوصات؟ اه طبعا طبعا طبعا، مهم جدا، دي من الديفكتات اللي ممكن توقع الدواء. لازم اعمل مونيتورنج لحاجتين، للديزيز اكتيفيتي والكنترول وللسايد افكت بتاع الدواء. زي ما قلنا الاي اس ار والسي ار بي بيفرقوا معايا. فالبيز لاين هم قال لك يعني تبدا السي بي سي والهيباتيتس بي والسي والليفر فانكشن، اي اس تي ال تي والبيومين والكرياتينين
وتشيست اكس راي. طبعا بصراحه يعني كتير، انا عن نفسي مثلا بعمل ايه ال تي اس تي السي بي سي والافضل الفيرولوجي. تمام، وخلي بالنا من قصه الفيرولوجي عشان يعني احنا بنهتم بيها قبل البيولوجيك، بس اليولار عاملين جايد لاينز مأكدين ان دول المفروض قبل اي امينو سبريشن. وفي الاول بتابع من اسبوعين لاربع اسابيع في اول 3 شهور عيني على العيان. يعني هو بيجي لي في الاول عشان اتابع السايد افكت بتاع الدواء والدنيا تمام، مفيش لوكوبينيا، مفيش ثرومبوسيتوبينيا، مفيش انيميا عنيفه، السي بي سي ماشيه كويس، والكرياتينين والليفر فانكشن هبدا اعلى بالميثوتريكسين. الدنيا مستقره مفيش سايد افكت، هخلي المتابعه بعد كده كل شهرين او كل 3 شهور بعد 8 ل 12 اسبوع، اول ست بعد 6 شهور، بعد كده يبقى كل 3 شهور خلاص. فنخلي بالنا من الموضوع، ما ننساش الكرياتينين عشان دوز ادجستمنت، الميثوتريكسيت لدوز ريدكشن لانه سيكريتد مينلي باي ذا كيدني. فالجي اف ار او الكرياتين كليرانس لو اقل من 80 هقلل 25%، لو اقل من 50 هقلل 50% من الجرعه. لو العيان بقى على داياليسز او الجي اف ار اقل اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت اقل من 30 ما تديش ميثوتريكسيت. خلي بالنا من النقطه دي. طب برضه هحسب الجي اف ار زي ما هودي المعمل يحسب الكرياتين كليرانس؟ لا، عندك تطبيق الام دي كالك برضه من التطبيقات الرائعه في اغلب الكالكوليترز اللي في الطب بصراحه، وعلى طول بيعملوا ابديتس في كرايتيريا كتيره برضه من اللي موجوده في الروما هيلبر، وفي سكورنج سيستمز هايل بصراحه برضه. فمثلا الجي اف ار بحسب السي كي دي اي بي، السي كي دي ابدمولوجي كالكوليتور، بندخل يا دوب السكس مثلا دي في ميل، الايدج بتاعها كان 25، الكريات بتاعها 1.3 في 10 ثواني بس، بيقول الجي اف ار بتاعها 59 دي ستيج 3 اي مثلا، بس الحاله بتاعتنا كان كرياتها نورمال. فده مش محتاج بقى ان انا اودي المعمل اقول له الكرياتينين كذا واحسب لي الكرياتينين كلير. طيب حسب بقى اليولار ريكومنديشن، العيانه دلوقتي احنا حسبنا وبعد ال3 شهور جايه بقى بنقيم، احنا هنبقى حاجه من الاثنين، ادي اليولار ريكومنديشن واحنا النهارده نقف عند فيز 1. قال لك انت فيز 1 كلينيكال دايجنوز اوف روماتويد، على طول ابدا الميثوتريكسيت، طالما ما فيش كونترا انديكيشن ابدا ميثوتريكسيت. التطبيق اسمه ام دي كالك، ام دي كالك، وان شاء الله هبعت لحضراتكم روابط فيها فيديوهات شرحها وفيها الرابط بتاع تنزيل التطبيق. يعني ما فيش كونترا انديكيشن للميثوتريكسيت، على طول ابدا الميثوتريكسيت. زائد احنا قلنا في اليولار بيحبوا اللو دوز ستيرويد كومباين وذ شورت تيرم جلوكوكورتيكويد، وننزلها بسرعه زي ما قلنا، شورت تيرم اقل من 3 شهور ولو دوز اقل من 7.5 مللي جرام خلاص. طب لو في كونتر انديكيشن للميثوتريكسيت هتبدا الفلونومايد او السلفاسيلات، بس الفلونومايد مش فيرست لاين الا لو ميثوتريكسيت كونتر انديكيشن. تمام، طيب حصل بقى امبروفمنت امتى بقى؟ عند 3 شهور. خلي بالك امبروفمنت يعني انا ممكن 3 شهور اقبل ان ها بدا في تحسن نسبيا، لان انا هستنى على التارجت كمان ل6 شهور. لو حصل امبروفمنت عن 3 شهور ووصلت للتارجت عند 6 شهور انت كده ماشي كويس، ممكن تكمل طبعا مع سحب الاسترويد. تمام، وما ننساش بقى الدنيا تمام وحصل بقى سستيند ريميشن، ممكن افكر اعمل دوز ريدكشن، دي لسه هنتكلم عنها. سستيند ريميشن يعني حصل ريميشن اكتر من 6 شهور، ساعتها ممكن ابدا اسحب واسحب فيري جراديوال، وهنتكلم على الاس ار ريكومنديشن في العيانه اللي انا تكمله معاها، بس ان شاء الله هتبقى في الجزء الثاني. هقول بس بعض الكيسز تعليق على الـ على الـ 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 الروماتويد فاكتور سريعا. الروماتويد فاكتور ده عباره عن انتي بودي بيهاجم الاي جي جي، يعني هو بيهاجم الاجسام المضاده بتاع الجسم. الاي جي جي دي اف سي بورشن اللي هو الجزء الكونستنت فراكشن ده، الاي جي ام بيهاجمه. الاي جي ام ده عباره عن خماسي بنتمر، فشايفينه اهو بيلزق الاف سي بورشن، فده بقى ده اسمه روماتويد فاكتور. واكتر حاجه بنقيسها الاي جي ام روماتويد فاكتور، ممكن يكون اي جي جي اللي هو السنجل خلاص، لكن ده اكتر حاجه بتتقاس. طيب فبالتالي ادي شكلها نفس الفكره اهو، بيهاجموا الاف سي بورشن. اي جي ممكن يكون اي جي جي او اي جي اي جي اي، بس احنا اللي بنقيس دايما الاي جي ام. طيب دي عيانه عندها 22 سنه وزروماتويد جايه الفولو اب، الجوينتس مش تندر او سوليد الحمد لله كلينيكالي زي الفل، الاس ار 19 كانت بادئه ب 40 السنه، السي ار بي كان 8 نزل ل 4 حلو خالص،
الروماتويد فاكتور عالي، كان بقى 32 وهو كان 16. ايه رايكم نعمل ايه في التريتمنت بتاعها؟ يعني هو الكلينيكالي زي الفل، الاي ستار والسي ار بي كويسين، بس الروماتويد فاكتور كان 16 بقى 32. هنعلي العلاج ونطوع الروماتويد فاكتور ولا هنطوع الاي اس ار والسي ار بي والكلينيكال؟ نخلي بالنا عشان دي تركه مهمه قوي، ان الروماتويد فاكتور ملوش لازمه في الفولو اب. الروماتويد فاكتور از نوت كونسيستنت ان فولو اب. احنا قلنا بروجنوستيك ودايجنوستيك. بروجنوستيك في الاول تتر عالي خلاص، ده بروجنوزس. لكن من فضلكم ما فيش حاجه، عشان انا شفت عيانه مثلا عامله روماتويد فاكتور 6 مرات وعماله بقى عايشه الوهم، لكن 32 بقى 16، ده عيل 48. لا خلاص، هو وانس طلع بوزيتيف خلاص مش هنعيده طالما شخصت. لكن احيانا لو نيجاتيف ممكن اتابعه ولو انا مش مكمل الكرايتيريا بتاع روماتويد. خلاص، فلا من فضلكم، لا انا مش هتابع بالروماتويد فاكتور، هو دايجنوستيك مش هتابع بيه. طيب دي 22 يير اولد فيميل جايه with 4 months of diffuse symmetrical peripheral bilateral metacarbopharyngeal proximal interphalangeal with wrist arthritis معهاش other manifestations. الـ ESR 80 الـ CRP 48 عاليين، الروماتويد فاكتور والانتي سي سي بي والـ ANA والهيباتيتس سي انتي بادي والـ B surface antigen negative. ايه رأيكم دي تمشي ايه؟ دي كل السيرولوجي نيجاتيف، هل دي ممكن تكون روماتويد ولا لأ؟ احنا قلنا الروماتويد هنطبق الكرايتيريا تمشي ار اي. اه والله تمشي، تعال نطبق الكرايتيريا. ده انا عندي الام سي بيز والبي اي بيز والارس دي تاخد 5 نقط اكتر من 10 سمول جوينتس، وعندي النيجاتيف روماتويد فاكتور والاكبه هناخد زيرو، والاكيوت فيز رياكتنس عاليه هتاخد نقطه، والديوريشن معديه 6 اسابيع، يبقى احنا كده معديين. ادي كده 5 و2 7 احنا معديين، يبقى دي هي السيرو نيجاتيف روماتويد. يس، في سيرو نيجاتيف روماتويد، مش كل الحالات روماتويد فاكتور ان اس بي بوزيتيف. خلي بالنا من النقطه دي، عشان عيانه تيجي تقول لك اصل دكتور العظام مثلا قال لي ان ما عندكش روماتويد. لا، مش بالتحليل، ما لو بالتحليل كان دكتور التحليل هو اللي شخص. لا، انا بجمع كلينيكال كرايتيريا. طيب فبالتالي ان النيجاتيف روماتويد داز نوت اكسكلود دايجنوز اوف ار اي، انا عندي سيرو نيجاتيف ار اي، والار اي بيشنتس وذ هاي روماتويد فاكتور تتر عندهم مور بور بروجنوزس تمام، وفي بور كورليشن وذ ار ديزيز اكتيفيتي، عشان كده مش بتابع بالديزيز. بس نخلي بالنا بصراحه في السيرو نيجاتيف روماتويد محتاج ابقى متاكد انها مش فايبروميالجيا، وان التندرنس في الجوينتس، لان عين فايبروميالجيا التكه ايه؟ يعني همد ايدي كده عند الام سي بيز، طب ما هو ما بين المفاصل، كله فنخلي بالنا السيرو نيجاتيف روماتويد هبقى متردد شويه في تشخيصه. عندي انفلاماتوري ماركرز عاليه وعندي مورنينج ستيفنس، خلاص يعني بلاش نتساهل قوي في تشخيص السيرونيجاتيف روماتويد. ولو انت شخصته راجع نفسك اول بقى. طيب 30 years old male جاي بايلاترال سيمتريكال بريفرال سمول ارثرايتس، اي اس ار 120 سي ار بي 96، معلش احنا بنشطب اهو، روماتويد فاكتور 512 فيري هاي تمام، والسي 3 نورمال والسي 4 كونسيومد. ايه رأي حضراتكم؟ ما ننساش هنا بقى دكتور اسامه ربيع ممتاز يا دكتور اسامه، ما ننساش الهيباتيتس سي. الاي ان اي والانتي سي بي طلعوا نيجاتيف، عملنا الهيباتيتس سي طلع فيري هاي. طبعا الهيباتيتس سي ما زال موجود في حالات، ما زالت موجوده. هاو تو بروسي، ما ننساش الكراي، الكراي طلع نيجاتيف، بس الكراي جلوبلينز عندي على فكره هنا في مشكله في تحليلها، معامل بتسحبها غلط، المفروض بتتاخد وتتجمد وتتفك وتتعمل، وده اللي بيلتزم بالبريكوشن. لكن هم حتى قايلين تشك فيه قوي لما يكون روماتويد فاكتور فيري هاي، لان ده تايب 2 او تايب 3 كراي جلوبلينز هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله في مره، والاكيوت فيزيكال اكتنس فيري هاي، يعني الروماتويد فاكتور بالصفتي ممكن توصل ل 100% في الحالات دي، والرومات والاكيد فيزيكال اكتنس عاليه، والسي ار بي والسي 4 يكون مور كونسيومد عن السي 3، فالسي 4 واقع قوي والسي 3، فدي شكلها كراي جلوبولين فاسكولايتس، وخصوصا في وجود الهيباتيتس سي. فاللي انا عايز اقوله بقى الروماتويد فاكتور از فيري نون سبيسيفيك. انا عندي هنا بقى ممكن يعلى في الروماتيك كونديشنز، الروماتويد ارثرايتس لحد 80% بيعلى في اللوبس، في الميكس كونكتيف فيش، في الجوجرين، في السيستميك سكليروز، في الكراي جلوبولين اب تو 100%، في الانفكشنز سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس.
طبعا اكيوت بكتيريا انه كنا بنعتبرها الانفكشنز المكيره داخله بتتسحب، والتي بي مصيبه، تي بي والهيباتيتس سي والبلمونري ديزيز السيليكوزس والساركويدوزس والانترستيشال لانج ومع الايدجنج واللوكيميا، فنخلينا فيري نون سبيسيفيك. لكن هو في وجود الكلينيكال سيناريو ماشي. طب مع الايدجنج يعني تخيل في النورمال بوبيوليشن لو حد سنه من 20 ل 60 بيبقى البوزيتيفيتي لحد 4، من 60 ل 70 5%، فوق ال 70 ممكن البوزيتيفيتي توصل في النورمال بوبيوليشن اب تو 25%. فبالتالي الروماتويد ارثرايتس لو جبنا 100 عيان 60% الدايجنوز هيبقى روماتويد فاكتور بوزيتيف، وفي منهم 20 هيبقوا انيشالي نيجاتيف وممكن يبقوا بوزيتيف، و20% يفضلوا سيرو نيجاتيف. عشان كده زي ما قلنا السيرو نيجاتيف ال 40% دول ممكن تعمل فولو اب للروماتويد فاكتور، لكن الروماتويد فاكتور بوزيتيف ما تعيدش، مش هيفرق معاك كتير. تقريبا دي اخر حاله معانا النهارده او قبل الاخيره، حاله قصيره 40 years old patient presents for routine clinical follow up history and examination are unremarkable. خلاص investigations طلع normal except the positive anti CCP. ايه راي حضراتكم في البيست نيكست ستيب؟ يعني هي جت تابع ومن حظها ان الانتي سي بي طلع بوزيتيف. طيب تعال نشوف هل تمشي ار ايه؟ تعال نطبق الكريتيريا. اوبا قال لك عشان تطبق الكريتيريا محتاجين نبص لفوق، لازم التارجت بوبيوليشن بيشنتس هو هاف اتليست وان جوينت وذ كلينيكال ساينوفايتس، والساينوفايتس دي مش اكسبليند باذر ديزيز. فما تيجي تقول لي عيانه ما عندهاش اي ارثرايتس وجايه بسي سي بي بوزيتيف مش روماتويد، مش هطبق عليها الكريتيريا. يعني مش هنسى حاله حتى جت في بدايه الكارير كده، كانت دكتوره تشيست اللي محولها انترستيشال لانج ديزيز وعمل لها روماتويد فاكتور وانتي سي سي بي وطلع الانتي سي بي بوزيتيف. حتى انا خدت في راي الاستاذه فيها زمان في احد المؤتمرات، انتي سي بي بوزيتيف ما فيهاش اي ارثرايتس، فاستاذه يا جماعه مش روماتويد. طب هو اتعمل انتي سي بي ما كانش المفروض يتعمل، لسه قايلين الروماتويد فاكتور انتي سي بي ممكن يبقوا بوزيتيف في الانترستيشال لانج ديزيز، مع ان الانتي سي بي بوزيتيف، بس خلي بالكم السبيسيفيستي 98% لسه في 2%. هو بيقولوا ان الانتي سي بي ممكن يظهر قبل الروماتويد ب 10 سنين، فده هيحتاج فولو اب، ممكن ده يكون السب كلينيكال فيز. بس هقول ان الروماتويد ودي ميثوتريكسيت والكلام ده لا، الا لما يكون في ارثرايتس، مش هينفع اصلا نطبق الكرايتيريا الا لما يكون فعلا في ارثرايتس. فبالتالي لا، حتى لو الاكل فقلنا الروماتويد فاكتور في 80% بوزيتيف سنسيتيف و66% الاكبه، السبيسيفيستي بتاع الاكبه او الانتي سي بي لحد 98%، يبقى لسه في 2%، مفيش حاجه 100% سبيسيفيك في الطب، لازم هتلاقي فيه مطبات، ممكن زي ما قلنا بوزيتيف ديكيت بيفور الروماتويد ارثرايتس. فهي بالاكزامينيشن والهيستوري مفيش ارثرايتس، حضرتك روحي واطمني. وطبعا احنا قلنا ان المفروض الانتي سي سي بي والحاجات دي زي ما قلناها في الهاي فاليو كير القدره الاولى التشوز وايزلي، تنادي الروماتولوجي اسوشيشن قال لك من فضلك ريكومنديشن دونت اوردر روماتويد فاكتور وانتي سي سي بي انليس بيشنتس هاف كلينيكالي سسبيشس ارثرالجيا اور ارثرايتس اون اكزام. وقال لك الكلينيكالي سسبيشس ارثرالجيا دي اللي هي بتاعت اليولار، برضه شرحناها بالتفصيل في المحاضره دي. اليولار قالوا الارثرالجيا ات ريسك اوف ديفلوبينج ار اي، وقال لك دي هتطبق الكرايتيريا دي على الارثرالجيا اللي مش ارثرايتس، لا ارثرايتس خلاص انت بتتكلم في ارثرايتس وكمان مش متشخصه بحاجه تاني. قال لك ايه بقى الارثرالجيا دي؟ قال لك اليولار ديفاين كاركترستيك اللي تقول لك ان الارثرالجيا دي هاي ريسك، اول حاجه في الهيستوري يكون الجوينت سيمتومز اوف ريسنت اقل من سنه، لان اكيد في خلال سنه لو عدت سنه يبقى اكيد بقى يبقى في ارثرايتس، والسيمتومز تكون لوكيتد في الميتاكاربو فالينجر، وفي مورنينج ستيفنس اكتر من او يساوي 60، والموست سيفير سيمتومز ان ذا ايرلي مورنينج، وفي حد قريب وفيرست ديجري ريلاتيف عنده روماتويد. طبعا مش لازم كله، احنا لسه بنتكلم كل ما بتزود هتلاقي السسبشن بيزيد. وفي الفيزيكال اكزامينيشن العام مش عارف يعمل فيست او بوست في سكويز تيست عند الميتاكاربو فالينجيال جوين. طبعا العين يقول لك لو عنده ثلاثه منهم خلاص خلاص انت كده ده هايلي سسبيشس. ويقول لك برضه قايلين افويد اوردرنج الانتي سي بي روماتويد في البيشنس وذ ارثرالجيا اللي مش هايلي سسبيشس ولا اللي عنده ارثرايتس. ليه؟ عشان الفولس بوزيتيف. فقال لك لو العيان في اليولار عنده ثلاثه او مور بارامترز ده سسبيشس سمبل ار اي، يعني اي ثلاثه من دول.
طيب جميل، فمن فضلك عايزين يبقى في وايز يوز. طب الكلينيكال سسبشن في راجل عنده الثلاثه دول، ده سب كلينيكال، ممكن يكون ايرلي ار اي، وممكن يفضل طول عمره بريزيستنج كلينيكال سسبشن ارثراجيا، وممكن يحصل له ريزوليوشن، يبقى هو حاجه من ثلاثه. فطالما هو كلينيكالي سسبشن ارثراجيا ممكن تطلع له روماتويد فاكتور او الانتي سي سي بي. طيب دي 22 يير اولد فيميل جايه بولي ارثرايتس مالر راش فوتو سنسيتيفيتي وبولي ارثرايتس اوف سمول ام سي بيز وبي اي بيز فور 3 مانث، ودي اخر حاله معانا. الاي اس ار 100 الساعه الاولى، روماتويد فاكتور بوزيتيف 48. ايه راي حضراتكم في التشخيص ده؟ الروماتويد فاكتور هنا اكتر من 3 اضعاف الابر ليميت اوف نورمال. ها هل دي روماتويد؟ والله شكلها مش حضرتك بتقول اس ال، امال ايه قصه الروماتويد فاكتور بقى؟ تعال نطبق الكرايتيريا. قال لك اكتر من 10 سمول جوينتس والبوزيتيف روماتويد فاكتور ده فيري هاي تتر، وعندي الديوريشن دي واخده 10 من 10، ده مش 6، دي واخده 10 من 10. بس خلي بالك بقى ما ينفعش تطبق الكريتيريا هنا. ليه؟ لان بيقول لك في البيشنس اللي عندهم 1 جوينت وذ كلينيكال ساينوفايتس، او وكمان الساينوفايتس دي الشرط الثاني نوت بيتر اكسبلين ده باي انذر ديزيز. طب ما هنا بقى ده انا عندي فوتو سنسيتيفيتي مال الرش، هي بتقول لك يا عم انا لوبس، انا لوبس خلاص. طب تعال نشوف بقى، طلبنا الاي ان اي طلع واحد على 160، والانتي دبل ستراند ديد هايلي بوزيتيف، السي 3 والسي 4 كونسيوم تيبيكال لو، بس خلاص كده دي فيها شك؟ لا. والانتي سي بي نيجاتيف والاكس راي هندس نورمال. ايه راي حضراتكم بقى، دي لوبس ولا روبس؟ روبس يعني اوفرلاب، حاجتين يركبوا على بعض، وده من المطبات اللي في الروماتولوجي عندنا، بيحصل اوفرلاب ما بين تو ديزيزز، الروماتويد واللوبس المروبس، الميكس الكونكتيف تيشو ديزيز ده لوبس مع السيستميك سكليروز مع البوليمايزايتس. بعض الزملاء قالوا لوبس وبعضهم قالوا روبس. خلوا بالكم بقى ان الروماتويد فاكتور نون سبيسيفيك، هي لوبس. ليه بقى؟ انا عندي الاكس راي ما فيش ايروجنز، وعندي الانتي سي بي بوست نيجاتيف، فدي اس ال اي مش روبس. اخر سلايد ان الروبس سندروم ده ديفورمينج وايروسيف سيمتريك بولي ارثرايتس مع سيمتومز اوف اس ال اي، يعني عينه اللوبس ما بتعملش ايروجن، ما بتعملش ديفورمتيز، ولو عملت ديفورمتي بتبقى كوركتابل، بنسموها الجاكو ارثروباثي، تحصل مع اللوبس ومع الروماتيك فيور. فانا مش هقول عينه لوبس انها روبس الا لو معاها ديفورمتي مش كوركتابل ومعاها ايروجنز في الاكس راي، او لقيت بقى انها اي ان اي وانتي دبل ستراند ومعاها روماتويد فاكتور وانتي سي سي بي، لان الانتي سي بي ده سبيسيفيك في الروماتويد. خلاص، ولما تلاقي الدنيا كده، انا مثلا عينه زي كده لو انا شاك انها لوبس او روبس، اللوبس الميه بتاعته هيدروكسي كلوروكين مع الاسترويدز، هبدا استرويدز وهدي ميثوتريكسيت الارثرايتس. فانا كده عينه زي كده هبدا ميثوتريكسيت مع هيدروكسي كلوروكين مع استرويدز. وطبعا بقى لو في حاجه اكسترا ارتيكلر بقى، في لوبس نيفرايتس، في وات ايفر بقى، هدخل اجريسيف حسب القصه. طيب احنا بقى لو العينه جايه بلو ديزيز اكتيفيتي، لو بقى مش عارف الميثوتريكسيت فشل، احنا لسه الاي اس ام العينه بتاعتنا دي مكملين معاها ان شاء الله في الحلقه الجايه، ان شاء الله هنكمل بقى لو حصل فشل الميثوتريكسيت هنعمل ايه، وايه السيناريوهات التانيه المتوقعه. اعتذر لو طولت النهارده، وان شاء الله هننزل ام سي كيو عن الروماتويد ان شاء الله، نحاول نحله ونتناقش. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.